بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إذا كدر كده، يعني استمرارا لعملية الهوميوستيزيس، يعني الحفاظ على البيئة الداخلية ثابتة في جسمنا. استمرارا لهذا الموضوع، في حد بيساهم في الهوميوستيزيس، إن أنا أحافظ على كل حاجة ثابتة في جسمي، اللي جوه الخلايا يفضل بتركيزه ثابت واللي بره الخلايا يفضل بتركيزه ثابت ولا يطغى أحدهم على الآخر. لأن لو حصل لخبطة في التركيز بتاع أي حاجة جوه الخلايا انترا سيلور أو بره الخلايا اكسترا سيلور، ده هيخل بوظائف الجسم ووظائف الخلايا في جسمنا بصورة عامة. فهنا المشكلة. لكن مين اللي هيحافظ على الحكاية دي؟ كل واحد في بيته بيتك، يعني كل واحد في، يعني اللي جوه جوه واللي بره بره، هو جدار الخلية. جدار الخلية ده بيحكمه قوانين لانتقال المواد من وإلى. يعني جدار الخلية اللي هو السلم مبرين، أو جدار الخلية أو غشاء الخلية، ده بيحكمه قوانين في النقل. يعني حد يعدي ولا ما يعديش، طب لو عدى ايه القانون اللي يعدي بيه الى اخره. ده اللي بنسميه الممبرين ترانسبورت. فناخد هنا كده مع بعض ايه اللي انواع وآلية النقل عبر السيل ممبرين، يعني باقي الانواع والآلية الميكانيزمز بتاعة النقل دي عبر السيل ممبرين. يبقى الممبرين ترانسبورت اللي قدام حضراتكم ده السيل ممبرين. انتوا اخدتوا السيل ممبرين في الهيستولوجي ولا لسه؟ دكاترة، ما خدتوش جدار الخلية لسه في الهيستولوجي؟ ما خدتوش سيل ممبرين؟ ايوه لسه ما خدنا. لا لسه، بس اخدنا الابيثيليوم تيشو. خدتوا الابيثيليوم، اوكي ماشي. اوكي طيب، هنتكلم عن انواع الترانسبورت في السيل ممبرين. في حاجه اسمها باسيف ترانسبورت، ده مش محتاج طاقه، هذا النوع من النقل مش محتاج طاقه. هنشوف الديفينيشن، تعرفه ايه العوامل المؤثره فيه، انواعه سيمبل ديفيوجن وفاسيليتيد ديفيوجن واوزموزيس، ده اسمه باسيف ترانسبورت. في نوع تاني من اسمه النقل النشط، اسمه اكتف ترانسبورت، هنشوف تعريفه ايه وانواعه سواء كان برايمري او سكندري اكتف ترانسبورت. وينتمي الى الاكتف ترانسبورت برضه الاندوسيتوزيس، تعريفها وانواعها سواء كانت باينو او فاجوسيتوزيس والاكزوسيتوز، الاثنين دول ينتموا الى الاكتف ترانسبورت، اندو واكسو. في الكيوز اللي أثيرت في الحالة اللي خاصة بموضوع المحاضرة، اللي هي كلمة ترانسبورت اوف بوتاسيوم ثرو ذا سيل ممبرين، أو ده ترانسبورت ثرو ذا سيل ممبرين، ده كان كيو في الحالة بتاعت حضراتكم الأسبوع ده. خلاص، الحالة الأولى في الإسينشال ميديكال فاونديشن سكيلز، كان في السيناريو بتاع الحالة ترانسبورت اوف بوتاسيوم ثرو ذا سيل ممبرين. هنا هناخد موضوع المحاضرة، نطلع من هنا بالأجندة. السؤال بقى وات ار ذا ديفرنت تايبس، ده السؤال بتاع الأجندة. What are the different types of transport through the cell membrane and the mechanisms which explain the different composition between intracellular fluid and extracellular fluid؟ يعني انت هتشرح الميكانيزمات، انواع الترانسبورت في السيل ممبرين، وبعد كده توضح لي الاليات اللي خلت تركيز المواد جوه الخلايا مختلف عن بره الخلايا. معلومه بس عن سور الصين العظيم، سور الصين العظيم ده دكتور، ايوه، في سؤال بالأجندة اللي هو نحن حطيناه، اللي هو how does cell transpirations work، هذا كيف اجاوب على اي طريقه؟ يعني اجاوب على الانواع types. How does the cell transpirations work؟ طيب ما هو نفس السؤال ده، اللي هو اني اقول العمليات التايب صح، هتقولي الطيب نفس السؤال ده اللي انا المحاضره، اللي موضوع المحاضره اللي هشرحها الوقت هو ده، جبت أيوه السؤال. بس أنا مو عارفة كيف أقول الإجابة، هل أقولها بالتايبس على أنواع الباسف؟ لا 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 لا، هتشرحي التايبس بالتفصيل، يعني تمام. كل نوع هتشرحيه بالتفصيل. هو ده سؤال الأجندة، سؤال الأجندة الأيديال أهو، الأمثل، ده السؤال الأمثل عشان يلم كل الموضوع. لأن في زي ما أنت بتسألي كده، إيه الديبس أوف نوليدج؟ إيه عمق المعلومة اللي لازم نعرفها؟ عمق المعلومة ده يتوقف على السؤال. هو السؤال أهو، سؤال اهو، التايبس والميكانيزمز اهو، تايبس والميكانيزمز. يبقى في نوعين، في حاجتين في السؤال، الانواع والاليات تشتغلوا ازاي. خلاص تمام، شكرا. سور الصين العظيم ده عارفينه، يعني الحاجه الوحيده في الكره الارضيه من صنع الانسان التي يستطيع الانسان رؤيتها وهو على سطح القمر، على فكره يعني هو سور الصين العظيم، يعني الحاجه اللي ممكن تشوفها وانت على سطح القمر كده هي سور الصين العظيم، عشان هو واضح جدا على سطح القمر، من على سطح القمر.
وبالرغم من كده يعني هو حاجة حلوة، هو حاجة جميلة، لكن يتوارى خجلا أمام جدار الخلية اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي قدام السيرفين برين. يعني السور ده كله والجدار ده كله بتاع الصين ده ولا يساوي حاجة قدام جدار الخلية. سيرفين برين كل الانيمال سيلز سراوندد بسيرفين برين، يعني كل الخلايا اللي موجودة في جسم الحيوانات بما فيها يعني الهيومن بين كمان محاطة بجدار، والجدار ده سيمي بيرميبل شبه نفاذ. هذا الجدار السيرفين برين شبه نفاذ. السمك بتاعه هو فيري سين، يتراوح من 7.5 نانومتر حوالي 75 انجستروم. ده اللي هو سمك السيرفين برين، السمك بتاعه السيكنس. هو الاستيك مطاطي، يعني هو مطاطي يعني قابل للشد يعني، وديناميك يعني متغير في التركيب بتاعه، ممكن التركيب بتاعه يتغير اول باول ويتجدد يعني. ده حضراتكم ده السيرفين برين اهو، شوفهم ده جدار الخليه اللي قدامكم، ده بس جدار الخليه ده اللي كل ده جدار الخليه. وهيقول لكم ان شاء الله في الاخوه في الهيستولوجي ان هو مكون من طبقتين فوسفوليبيد اللي قدامكم ده، او الفوسفوليبيد اللي هي لها راس دي كده، ده فوسفوليبيد ولها دي اللي هي هيد وتيل اهو، وده هيد وتيل اهو، دول طبقتين فوسفوليبيد في السيرفين برين. الجدار مكون من طبقتين فوسفوليبيد، وبعدين يتخلل هذه الطبقات بروتين بقى، بروتين كتير موجود بين الطبقتين دول. يعني في بروتين بيؤدي وظائف معينه بين الطبقتين، يعني في بروتين اهو، يعني ده بروتين اصلا وده بروتين، كل ده بروتينات، كل ده بروتين موجود في السيرفين برين، لكن في الاصل خالص هو طبقتين من الفوسفوليبيد ده. كل طبقه زي ما انتم شايفين، شوفوا اللي انا ماشي عليها دي طبقه، دي طبقه كده اهي، دي طبقه، وادي الطبقه الثانيه اهي، الطبقه الثانيه، والتيل بتاع كل هيد وتيل بيواجهوا بعض فيسنج اتش اذر يعني. هذا سمك السيرمبرين، ده السيرمبرين ده جدار الخليه، يعني عباره عن من الاخر شويه دهون على شويه ليبيدز، دهون على شويه بروتين. مكونات السيرمبرين ده فلويد ليبيد باي لاير، يعني طبقتين من الدهون فلوتنج بيعوم فيهم بروتين وكربوهيدرات نشا. الدهون تمثل 42% من سمك من السلم، مكونات السيرمبرين، منهم فوسفوليبيد 25%، يعني دهون فيها فوسفيد مسؤول عن الفلكسبيليتي بتاع السيرفين برين، عن درجه المطاطيه بتاعته يعني. في كوليسترول مسؤول عن الطفنس، عن صلابه السيرفين برين. وفي جلايكوليبيدز يعني دهون مع كربوهيدرات، الجلايكوليبيد يعني دهون مع كربوهيدرات، ده مكونات. يبقى الدهون فيه فوسفوليبيد وفي كوليسترول وفي جلايكوليبيد. البروتين 55%، وده الجزء النشط اللي هنشوفه كده، اللي هو وظائف متعدده. في نوعين من البروتين، انتجرال او انترنسك بروتين، وده اللي موجود along السكنس بتاع السيرفين برين، يعني موجود في سمك السيرفين برين نفسه. وفي بريفرال او اكسترنسك بروتين على اطراف السيرفين برين من الخارج والداخل. يبقى في سمك السيرفين برين البروتين اسمه انترنسك بروتين او انتجرال بروتين، لكن السيرفين برين ده على الناحيه الخارجيه بتاعته والناحيه الداخليه بتاعته في بروتين ثاني اسمه اكسترنسك او بريفرال بروتين. The more the cell is active, the more protein content. كل ما كان محتوى البروتين في السيرفين برين كان كتير، كل ما كان هذا الخلية تبقى أكتف. يعني كل ما كان البروتين كتير في الخلية، كل ما كانت الخلية دي يبقى نشاطها زايد. ده معنى كلمة مين؟ ده البروتين. الكربوهيدرات النشا لا يمثل سوى 3% من مكونات السيرفين برين. يبقى ده يبقى مكون من دهون، مكون من بروتين، مكون من كربوهيدرات. هذا قدام حضراتكم ده سمك السيرفين برين يا جماعه، يعني ده جوه الخليه، الناحيه دي هنا جوه الخليه، وهنا بره الخليه، هنا بره الخليه كده، هنا بره، وهنا جوه الخليه. وده سمك السيرفين برين، كل ده سمك السيرفين برين. ده اللي له راس ده، الهيد دي كلها، كل الدوائر دي كده عباره عن فوسفوليبيد. لها تيل كمان اهو، لها ديل اهو، اهو ده ليها، ده فوسفوليبيد اهو، وله ديل اهو، وده فوسفوليبيد زيه، دي طبقه فوسفوليبيد اهي اللي ناحيه جوه، وفوسفوليبيد ناحيه بره، وده البروتين اهو، كل ده بروتين، ده البروتين. بروتين يعمل كقناه، قناه في السيرفين برين عشان يعدي الايونات، اهو ده بروتين اهو، دي قناه للايونات، بتطلع وتدخل الايونات من والى الخليه. وعندك كمان جلايكوبروتين، يعني بروتين مع كربوهيدرات. وعندك وفي جلايكوبروتين ده، جلايكوبروتين اهو بارز بره الخليه، في بروتين اهو في السمك، في بروتين خارج الخليه، ده البريفرال بروتين اللي ظهر من بره الخليه بره ده كده، يبقى ده البريفرال. خلاص؟ وفي بروتين يعمل كانزيمز، يعني البروتينات اللي بتعمل في الجدار دي في لها وظائف متعدده، منها ما يعمل كقناه للايونات، منها يعمل ككارير، كارير يعني يحمل مواد من بره لجوه او من جوه لبره يخرجهم ويدخلهم، منها ما يعمل كبامب كمضخه
مدخل الايونات برضو، منها كيعمل كانزيم، منها ما يعمل كمستقبلات. كل دي وظائف البروتين في اللي هي السيل ميمبرين. اهو نفس القصه، كل ده سمك السيل ميمبرين اهو، وهنا جوه الخليه، هنا بره الخليه، وهذا ادا بروتين اهو يعمل. يبقى ده الدهون دي اللي قدامكم، دي دهون، كل دي دهون كده، شوف ده كل ده دهون ليبيد اهي، كل ده فوسفوليبيد، ده كله فوسفوليبيد، بس يتخللوا في شويه بروتين. بروتين يعمل كبامب مدخل الايونات، يعمل كريسبتور مستقبلات للهرمونات او مواد كيميائيه تاثر او الادويه، او الادويه حتى تاثر فيه، يعمل كقناه. هو بروتين يعمل كقناه للايونات اهوت، شانل خلاص، او انزيم زهون، يعمل كانزيم، بروتين يعمل كانزيم وهكذا. يبقى كل اللي قدام حضراتكم ده، يبقى عندنا الاساس اللي دهون، دهون اهوت، وبعدين في بروتين اهوت كمان في عايم في الدهون كده، متخلف في الدهون. البروتين يعمل قلنا كبامب مضخه للايونات، يعمل كريسبتور سايت، مكان هيمسك فيه الماده اللي هتشتغل في الخليه تمسك هون، او يعمل كقناه للايونات ويخرج ويدخل ايونات هنا كده، او يعمل كانزيمز اللي هنشوف هيعمل ايه في الميكانيزمات دلوقتي الاليات يعني. تاني هذا السيل ميمبرين يا جماعه، طبقتين الدهون، ده طبق الدهون وده طبق الدهون، طبقتين هما، وفي بروتين بقى، في بروتينات كتيره بقى موجوده اللي احنا استعرضناها من شويه. في حاجه اسمها الجلايكوكيليكس، الجلايكوكيليكس ده عباره عن جلايكوبروتين وجلايكوليبيدز. يعني الجلايكوكيليكس ده في نوعين، في جلايكوبروتين اللي هو الزوائد اللي طالعه من الجدار بتاع الخليه، طالعه ناحيه بره الخليه، ده اسمه جلايكوبروتين. وفي جلايكوليبيد، جلايكوبروتين يعني بروتين متحد مع نشا، مع الجلايكوجين النشا، والجلايكوليبيد يعني دهون مع النشا، بيكونوا زوائد كده في الخليه. الزوائد دي على فكره لها دور ان الخليه تمسك في بعضيها، يعني دي خليه، دي خليه، ده جدار خليه اهو، وطلع منه الزوائد، الزوائد دي تمسك في الزوائد بتاع الخليه اللي جنبها عشان تعمل تماسك بين الخليتين عشان يعملوا نسيج في الاخر. الاجانب الاماكن دي بيمسك فيها الكالسيوم، الاماكن دي بيمسك فيها الكالسيوم، الكالسيوم اللي هيمسك في الخليه يمسك في الاماكن دي، كالسيوم ايونز يعني. يبقى الميكانيزمز اوف ترانسبورت في السيل ميمبرين، الاليات بتاعه النقل عبر السيل ميمبرين، ايه بقى انواع النقل في السيل ميمبرين؟ في باسيف ترانسبورت، وده النوع من النقل ده مش محتاج طاقه عشان ننقل حاجه معينه عبر الجدار، مش محتاجين طاقه. وفي اكتف، ده اللي انا محتاج فيه طاقه. الباسيف ترانسبورت ده نوعين، الديفيوجن الانتشار، في انتشار بسيط وانتشار فاسيليتيت. يبقى الديفيوجن نوعين، سيمبل وفاسيليتيت، كل ده باسيف. في اوزموزس ده خاص بنقل الميه، دي الخاصيه دي خاصه بنقل الميه. في اكتف ترانسبورت ده بيحتاج طاقه، الاكتف ترانسبورت ده بيحتاج طاقه. في نوعين، برايمري وسكندري اكتف ترانسبورت. في فيزيكولار ترانسبورت اللي هم الاندوسيتوزس والاكزوسيتوز. يبقى انا عندي الباسيف ترانسبورت، ده النوع من النقل اللي مش محتاج طاقه، نوعين، ديفيوجن واوزموز. والاكتف ترانسبورت ده النوع اللي محتاج طاقه انرجي، بيبقى في برايمري وسكندري اكتف ترانسبورت، وفي فيزيكولار ترانسبورت. في البلك ترانسبورت ده ان هي الميه سواء هتعدي من بره الخليه لجوه الخليه، الميه بالحاجات اللي دايبه فيها تعدي كلها على بعضها، يعني الميه باللي دايب فيها تعدي كلها مره واحده. ودي في اماكن معينه منها في الكلى، يعني الترشيح في الكلى ينتمي الى هذا النوع من النقل، بالك ترانسبورت. بالك باسيف واكتف، والبالك ترانسبورت الترشيح في الكلى في الكيدني ينتمي لهذا النوع، لكن احنا هنركز على الباسيف والاكتف دول، وبعد كده ان شاء الله السنه الجايه تاخدوا ده بالتفصيل. ايه الاساسيات؟ برنسبلز اوف ميمبرين ترانسبورت، النقل عبر السيل ميمبرين. نوع الترانسبورت بنميزه عن بعضه معتمدين على احتياج النقل ده للطاقه او عدم احتياجه للطاقه. اللي بيتنقل اللي محتاج طاقه اسمه اكتف، اللي مش محتاج طاقه اسمه باسيف. فالطاقه دي فيصلت القضيه، الانرجي دي فيصلت القضيه. شوفوا كده اول نوع من النقل، سمبل ديفيوجن. سمبل ده اشوفهم بيعدي اهوت من السيل ميمبرين، المواد بتعدي من السيل ميمبرين مش محتاجه اي حاجه، بتدوب في السيل ميمبرين وتعدي حسب فرق التركيز بتاعها. فرق التركيز بس، من التركيز العالي الى التركيز المنخفض، ثم هتعدي بمنتهى البساطه عبر هذا الجدار، الجدار اهو، السيل ميمبرين اهو، ده الجدار. في مواد ثانيه بتعدي من قنوات، يعني ده مش محتاج قناه، لكن في مواد محتاجه قنوات، بروتين اهو عامل قناه معينه تشانل عشان نعدي منها، يبقى ده تشانل ميديتد، يعني ده بيتنظم عن طريق قنوات، النقل ده عن طريق قنوات. في نوع ثاني بيبقى كارير ميديت، كارير يعني هنا عندنا حامل، الايونز ده هيمسك هنا وبعد كده الخليه بدل ما هي كانت فاتحه ناحيه بره، يعني احنا هنحمل هذا الايونز ده هنحمله هندخله هنا، بعدين الفتحه ناحيه بره تقوم نقفل من ناحيه هنا ونفتح من ناحيه هنا، فاللي كان جوه هنا يدخل جوه بقى خلاص.
ده بنسميه كارير ميديت، يعني محتاجين شيال دون الحاجه الى طاقه، دون الحاجه الى طاقه. وده بقى كل ده، كل انواع ده كده اسمهم باسيف ديفيو، باسيف ترانسبورت. الباسيف ترانسبورت لا اما سيمبل ديفيوجن او ده برضو سيمبل ديفيوجن، سيمبل على فكره ده سيمبل برضو، لكن اللي محتاج كارير ده اسمه فاسيليتيتد ديفيوجن. محتاج كارير ده اسمه فاسيليتيتد ديفيوجن، محتاج كارير بس مش محتاج طاقه. تعال على المنظر الثاني، الاكتف ترانسبورت محتاج حاجتين، محتاج كارير بروتين شيال حامل هيحمل هذا الايونز او الجزيء او الجزيء اللي احنا محتاج انرجي. فانا محتاجين كارير بروتين او كارير، كارير بروتين اهو ده كارير، ومحتاجين طاقه. لما احتاج طاقه مع كارير يبقى ده اسمه اكتف ترانسبورت. يبقى الاكتف ترانسبورت محتاجين مين مع مين؟ محتاجين شيال كارير ومحتاجين طاقه، ده اكتف. عندنا الباسيف ترانسبورت في انواع منه، في انواع مش محتاجه ولا قنوات ولا كارير، اهو زي السيمبل ديفيوجن، وده محتاج قنوات بس لكن ولا كارير ولا طاقه ولا حاجه، وده محتاج شيال بس كارير فقط دون الحاجه الى الطاقه. كل ده انواع الباسيف ترانسبورت، باسيف ده باسيف، كل ده باسيف. الاكتف هو اللي محتاج كارير مع طاقه مع انرجي، يوم ينقل الايونز يعني ينقله. هذا البتاع هنا الرسمه دي، يعني الحاجات في السيم في الباسيف، في الباسيف ترانسبورت بتتنقل بالكونسنتريشن جريدينت، فرق التركيز. يعني لما يكون تركيز المواد كتير كده تقوم تعدي من التركيز العالي للتركيز المنخفض بمنتهى السهوله، ده كل ده ينتمي الى الباسيف ترانسبورت. بس الباسيف حسب فرق التركيز، كونسنتريشن جريدينت يعني فرق التركيز من العالي للمنخفض. برضه الدكتور، ايوه يا دكتور. اي دكتور الله يحفظك، الشانل اللي ميديتد ديفيوجن هذا يعتبر فاسيليتيتد ولا بس الكارير؟ لا. لا لا، اللي محتاج كارير بس ده هو الفاسيليتيتد، كارير بس، لكن الاثنين دول سيمبل ديفيوجن، ده وده كده دي سيمبل بس، ده مش محتاج اي حاجه بس بيدوب كده المواد، شوف من التركيز العالي اهو للتركيز المنخفض وتعدي بيدوب كده او تدخل بين السلايد السلايسز، يعني المسافات اللي بين القناة، شوف اللي هي المسافات ده اهي تعدي منها كده المواد كده، ده سيمبل ديفيوجن. لو احتاجنا تشانل برضو بفرق التركيز من العالي للمنخفض، تشانل بس يعدي منها، قناة بس يعدي منها، لكن ده اللي محتاج كارير ده هو ده كارير ميديتد، ده هو ده الفاسيليتيت، ده الفاسيليتيت ديفيوجن اللي محتاج شيال بس مش محتاج طاقة، لكن اللي محتاج شيال كارير مع طاقة ده الاكتف ترانسبورت. لو لاحظتوا كده بصوا دول كلهم الباسيف معتمدين على فرق التركيز اهو، من التركيز العالي الى التركيز المنخفض، يعدوا في الاتجاه ده كده كله من العالي للمنخفض، ده الباسيف. لكن شوف كده هنا الاكتف من التركيز القليل اهو للتركيز العالي، يعني اجينست الكونسنتريشن جريدينت، بيسميه اب هيل كونسنتريشن جريدينت، لكن دول بنسميهم داون هيل، يعني محترمين فرق التركيز من العالي الى المنخفض، لكن ده ضد عكس ضد فرق التركيز، من التركيز القليل اهو القليل، شوف التركيز هنا قد ايه كتير اهو، من القليل للعالي، ده اكتف ترانسبورت اسمه اب هيل ترانسبورت، او بنسميه اجينست الكونسنتريشن جريدينت، ضد فرق التركيز من المنخفض الى العالي، ضد قوانين الطبيعه الطبيعيه. عشان كده محتاج طاقه هنا، محتاج طاقه انرجي، يبقى كارير وطاقه. السيمبل ديفيوجن بقى اول نوع من انواع الترانسبورت، دي عمليه باسيف طبعا، باسيف مش محتاجه طاقه، نوت نيد انرجي. تعرفها هو ترانسبورت اوف سوليوت، اللي هي سوليوت يعني الايونات او الجزيئات اللي دايبه في المحلول اسمها سوليوت، يبقى المواد اللي زي الملح والسكر والحاجات دي دايبين في الميه مثلا، يبقى دول اسمهم سوليوت. يبقى السوليوت دي المواد الزائبه في محلول اسمها سوليوت، او نقل الغازات الاكسجين والكربون دايوكسيد والنيتروجين اكروس ذا سيمي بيرميبل ميمبرين، ده الممبرين الطبيعي في جسمنا شبه نفاذ، ده مواصفات الممبرين او جدار الخليه الطبيعي في جسمنا شبه نفاذ سيمي بيرميبل. النقل في الباسيف او في السيمبل ديفيوجن نقل بيحترم فرق التركيز من الهاي كونسنتريشن من التركيز العالي او من البريشر العالي منطقه فيها ضغط مرتفع الى منطقه فيها ضغط منخفض، او من التركيز العالي الى منطقه التركيز المنخفض. عشان كده بنسميه داون هيل بروسس، داون هيل بروسس يعني انت لما تنزل من على الجبل اسهل ولا ما تطلع للجبل مين اسهل؟ مين اللي محتاج طاقه اكتر؟ مين اللي مع الجاذبيه الارضيه؟ مين اللي مع الجاذبيه الارضيه؟ لما تطلع يعني انت مع الجاذبيه الارضيه تنزل بسهوله، لكن لما ده اللي هو بنسميه باسف، لما تطلع بقى تطلع الجبل محتاج طاقه كتير عشان انت عكس الطبيعه، عكس الجاذبيه. يبقى داون هيل ده يعني وانت نازل الجبل، يعني نازل الجبل تنزل بسهوله مش محتاج طاقه كتير ولا حاجه، يعني من الهاي للو اسمه داون هيل. بص كده على الرسمه دي معايا كده،
سيمبل ديفيوجن، المواد بتتنقل عبر السيل ميمبرين اهوت بفرق التركيز. شوف التركيز هنا عالي وهنا التركيز منخفض، تقوم تمشي في الاتجاه ده فرق التركيز. طيب الصوديوم، الصوديوم بره تركيزه عالي، يعني لو متذكرين حضراتكم كان 140 ملي ايكويفالنت، جوه تركيزه 14، فيميل الى الدخول جوه الخليه، يميل الى الدخول حسب الكونسنتريشن جريدينت فرق التركيز، يبقى من 140 الى 14 يدخل الصوديوم من فرق التركيز. برضو الشحنات جوه الخليه دائما وابدا نيجاتيف تشارج. الخلايا زي ما هنعرف ان شاء الله في الاسبوع اللي بعد القادم في محاضرات الفسيولوجي برضو هتلاقوا هتسمعهم ان جوه الخليه يحمل شحنه سالبه وبره شحنه، يبقى جوه الخليه دائما شحنه سالبه، يبقى اي حاجه تحمل شحنه موجبه بوزيتيف تشارج تنجذب نحو الخليه، ده اسمها الكتريكال جريدينت اللي هو التجاذب الكهربي، يعني شحنات سالبه تقوم تجذب الشحنات الموجبه وتدخلها. طيب برضو حسب فروق الضغط البريشر جريدينت، كل ده امثله للسيمبل ديفيوجن، حسب فرق التركيز الكيميائي، حسب فرق الشحنات الكهربيه الكتريكال جريدينت، حسب فرق الضغط. المواد بتتنقل من مناطق ذو الضغط المرتفع الى مناطق ذو الضغط المنخفض، البريشر عالي هنا البريشر منخفض، كل ده ينتمي الى السيمبل ديفيوجن، يبقى فرق تركيز، فرق كهرباء، فرق ضغط. هنا داخل الخليه طول ما في فرق تركيز، شوف طول ما في فرق تركيز الايونز بتتنقل عاديه وبتتنقل، شوف التركيز كل ما كنت شوف كل ما التركيز يزيد يتنقل اكتر، الايونز يتنقل اكتر، علاقه طرديه يعني، معنى الكلام ده ان في علاقه طرديه، كل ما يزيد فرق التركيز، يعني مثلا انت تركيز الايونز بره مثلا الصوديوم بره 140 وجوه 14، يوم الفرق عالي اهو، فرق التركيز عالي جدا، فرق التركيز 140 ل 14 فرق التركيز عالي، هتلاقي معدل النقل سريع كتير كده وفوق خالص، او ريت اوف ديفيوجن تلاقيه عالي كده. طب لما يكون فرق التركيز مثلا اي ايونز في الدنيا مثلا تركيزه بره 10 وجوه 2 مثلا او جوه 5 10 و5، يوم النقل معدل النقل فرق التركيز مش كبير قوي، يبقى معدل النقل يبقى بسيط كده يعني. كل ما زاد فرق التركيز كل ما سرعه النقل تزيد، كل ما معدل الديفيوجن او سرعه النقل تزيد، ده معنى هذا المنحنى. يبقى كل ما الكونسنتريشن جريدينت يزيد كل ما معدل النقل يزيد كده، ده العلاقه الطرديه او اللينير ريليشن شيب. الديفيوجن اوف سبستانس اكروس ذا سيل ميمبرين اللي هو بقى في الديفيوجن، شوف كده في مواد بتتنقل عادي خالص، بتدوب في طبقه الدهون في السيل ميمبرين وتعدي دون الحاجه الى قنوات ولا كارير ولا طاقه ولا حاجه خالص. المواد اللي بتدوب في الدهون خلاص هتدوب في الدهون بتاعت طبقه السيل ميمبرين وتعدي، زي غاز الاكسجين والكربون دايوكسيد والجليسرول، ده ماده دهنيه، واليوريا دي احد منتجات البولينه، دي ماده البولينه يعني. طيب وفي غاز النيتروجين، النيتروجين بيعدي بسهوله برضه، النيتروجين بيعدي بمنتهى السهوله. يبقى مواد بتدوب في طبقه الدهون الاكسجين والكربون دايوكسيد والجليسرين واليوريا والنيتروجين، بتتنقل عبر طبقه الدهون الطبقتين بتوع الفوسفوليبيد، ادي طبقه ادي طبقه وادي طبقه، بيعدوا فيها بسهوله، يدوبوا كده ويعدوا بسهوله، وعبر البورز او التشانل، يعني في مواد زي اليوريا والجليسرول دول بيعدوا عبر البورز او التشانل، دي قنوات اهي تعدي، مش كارير، ده قنوات مورد قنوات، تعدي مش عارفين نعدي من هنا، نعدي من هنا من القنوات بقى، او من الصغور اللي بين الخلايا وبعضها بين طبقات الفوسفوليك اسيد، صغور كده نعدي منها، الصغور نفسها. So they have high rate of diffusion، يبقى الحاجات اللي بتدوب في الدهون دي بتعدي بمعدلات عاليه جدا، لان السيل ميمبرين معظمه دهون، فتعدي لو دوبت انت تعدي بسرعه دون اي مشاكل. في مواد بقى بتدوب في الميه، مصيرها ايه؟ يعني مصير المواد اللي بتدوب في الميه دي ما ينفعش تدوب في الدهون، يعني هي بتدوب في الميه ما ينفعش تعدي من طبقه الدهون، فلا بد ان يكون لها قنوات تشانل، يبقى بتعدي من القنوات دي، بتعدي من القنوات، يبقى المواد اللي بتدوب في الميه زي الصوديوم والبوتاسيوم لهم قنوات خاصه ما ينفعوش يدوبوا في الدهون ويعدوا من طبقه الدهون، عشان كده معدل النفاذيه بتاعتهم او معدل انتشارهم او معدل نقلهم اقل من المواد اللي بتدوب في الدهون. اللي بيدوب في الدهون ده بيعدي بسهوله، ما هو بيعدي لان الطبقه دي دهون يعدي بسهوله، لكن اللي ما بيدوبش في الدهون ده هيدوب في ايه؟ ما هو بيدوب في الميه مثلا، الميه فين؟ الميه اللي مش ميه، فلازم يبقى له قناه خاصه بيها يعدي بها عن طريق تشانل، يعني قناه. والقنوات بالمناسبه يعني القناه دي في قنوات مفتوحه على طول، وفي قنوات لها بوابات، دي لها بوابات مقفوله، القناه دي مقفوله يا جماعه، بتفتح القناه دي بتفتح بشروط خاصه. ايه الشروط؟ ان ماده كيميائيه مثلا تمسك هنا اهو، تمسك في الحته دي، ماده كيميائيه تمسك في الحته دي، شوف لو ماده كيميائيه مسكت في الحته دي كده اما اتعملت ايه في القناه؟ فتحت تاني ودخلت ايون الصوديوم بقى.
يبقى القنوات دي في منها ما هو مفتوح على طول ويعني ملوش بوابات اسمه نون جيتد، ومنها ما له جيتس. جيتس يعني بوابات، دي له بوابته، ده له بوابته. البوابه دي شرط عشان تفتح، في شرطين، لا اما ماده كيميائيه تمسك في الـ في الـ في, الـ في الريسبتور على البوابه كده وتقوم عامله المنظر ده على طول اوتوماتيك، اول ماده تمسك هنا تقوم فاتحه دي، لما الماده الكيميائيه تمسك هنا او هرمون يمسك هنا ويفتح البوابه يقوم الايونز يدخل، الصوديوم يدخل بالطريقه دي بقى يدخل الصوديوم. لكن في نوع تاني من البوابات ده بيفتح بتغيير فرق الجهد، فرق الجهد عبر السلم برين، يعني فرق الجهد بين الشحنات اللي بره هنا والشحنات اللي جوه، اما يتغير فرق الجهد اللي بين الطرفين دول جوه الخليه وبره الخليه ثم تفتح البوابه اوتوماتيك، عند فرق جهد معين تفتح اوتوماتيك على طول. يبقى في نوعين من البوابات، نوع بيفتح باتحاد ماده كيميائيه مع البوابه، ونوع بيفتح بتغيير فرق الجهد اللي هو البوتنشال ديفرنس، فرق الجهد عبر السلم برين. كل ده بس كل اللي هنحكي كده بس، سواء دوبنا في طبقه الدهون سواء عدينا من التشانل تفتح او تقفل، كل ده بس كل ده بس مش محتاج طاقه. Some of this channel، اجل اسئلتك لاخر المحاضره يا دكتور. Some of these channels are continuously open non-gated، يعني زي اللي انا قلت ان بعض القنوات بتبقى مفتوحه على طول، مفتوحه على الدوام ما فيش فيها بوابات، وبعض القنوات فيها جيتس فيها بوابات، دي اسمها جيتد تشانل. في نون جيتد اسمها ليك تشانل، يعني بتسرب الايونات بمنتهى السهوله، لكن في بوابات، وعشان البوابه تفتح لازم شرط من اثنين، لا اما نغير الالكتريكال ميمبرين بوتنشال فرق الجهد زي ما انا قلت كده، يبقى اسمها يبقى البوابه في اللحظه دي يعني لازم نغير فرق الجهد بمحفز معين، يعني في محفز في الجسم ما ايا كان، كل مقام مقال يعني مش وقته، المهم نغير فرق الجهد هنا ايا كانت الوسيله اللي هنغيره. لما نغير فرق الجهد تفتح البوابه دي اوتوماتيك، لو فتحت بتغيير فرق الجهد يبقى اسمها فولتج جيتد ايون تشانل، فولتج جيتد ايون تشانل. ودي من البوابات المشهوره للصوديوم والبوتاسيوم تشانل، بيفتحوا بالطريقه دي في ما يسمى الاكشن بوتنشال، يعني اللي هي النبضه العصبيه في العصب بتشغلها بالمنظر ده. او حاجه ثانيه، ان ماده كيميائيه تمسك في البوابات اهو، زي اتحاد النيورو ترانسميتر زي ماده الاستايل كولين، ليجند يعني ترتبط، يعني هنا الليجند جيتد يعني ماده كيميائيه ترتبط مع البوابات دي مع الجيت عشان تفتح التشانل دي زي ماده الاستايل كولين، يبقى ده هنسميها كيميكال جيتد ايون تشانل. يبقى عندنا ليجند جيتد او كيميكال جيتد ايون تشانل، وهنا هتفتح بفرق الجهد يبقى اسمها فولتج جيتد ايون تشانل، يبقى اللي هيفتح بتغيير فرق الجهد فولتج جيت، اللي يفتح باتحاد ماده كيميائيه اسمه ليجند جيت، ده الشرطين بتوع فتح البوابه دي. يبقى ايهما حسب ظروف التشو اللي احنا بنشتغل فيه، عصب ولا عضله ولا بتاع، الكلام ده هيثار اثناء الشرح فيما بعد. يبقى الاستايل كولين ده بيبقى جيتد ايون تشانل عند النيورو ماسكولار جانك، ده المثال بتاعنا اللي هو عند النيورو ماسكولار جانكشن اتحاد العصب مع العضله، بيطلع من العصب استايل كولين بيلاقي مستقبلات على العضله، والمستقبلات دي بيمسك فيها، اول ما الاستايل كولين يمسك في المستقبلات بتاعته تقوم القنوات على العضله على طول تفتح وتدخل الصوديوم على طول. محدثة العملية في العضلة اسمها ديبولاريزيشن، ده مثال من الأمثال اللي احنا ممكن نلجأ ليها. المثال بتاع الكيميكال جيتد ده زي الأستايل كولين لما بخرج من الأعصاب في النيورو ماسكولار جانكشن، يعني عن الوصلة بين العصب والعضلة. أول ما العصب المادة كانت تخرج من العصب تمسك في مستقبلات على العضلة، المستقبلات دي أول ما الأستايل كولين يمسك في المستقبلات اللي على العضلة يفتح القنوات على طول، تفتح القناة كده يدخل الصوديوم. محدثا عملية اسمها ديبولاريزيشن وإثارة العضلة، ينتج عنها انقباض العضلة في النهاية. طيب لازلنا في أنواع التشانل. يبقى الأيون تشانلز عندنا ليك تشانل، دي ملهاش بوابات. ليك تشانل يعني ملهاش بوابات يا جماعة، كلمة ليك تشانل يعني ملهاش بوابات، نون جيتد ملهاش بوابات، وقلنا دي مفتوحة باستمرار وزي بتاعة الصوديوم أو البوتاسيوم إلى آخره. خلاص، ودي 50 مرة مور برمي وبوتاسيوم عن الصوديوم، البوابات دي بتنفذ البوتاسيوم أكتر من الصوديوم، حد عارف ليه؟ أنا كنت قلتها كده في سياق الكلام في عشان الصوديوم يسحب الماء. أيوه شاطر، عشان الصوديوم محاط بهالة من المية، غطاء من المية اسمه هيدريشن شيل، مكبر حجمه، مكبر حجم الصوديوم، عشان كده البوتاسيوم بيعدي بسهولة أحسن من الصوديوم. الجيتد تشانل قلنا فيه نوعين، فولتج جيتد ومين؟ وليجند جيت. بصوا كده بقى، فولتج جيتد أهو، هنا شحنه موجبه بره وشحنه سالبه جوه، خلاص؟ يعني شحنه موجبه بره وشحنه سالبه جوه. طب البوابه مقفوله اهي، القناه هي بتاعت الايونات اهي، والبوابه مقفوله اهي، مقفوله مش هتدخل حد ولا خارج، مقفوله اهي، والقناه مقفوله اهي مش هندخل ولا نخرج،
طول ما في شحنه موجبه بره مش حاسس. اقلب بقى اقلب يعمل ديبولاريزيشن يعني اقلب، يبقى هيتقلب، يبقى شحنه سالبه بره هنا وشحنه موجبه جوه. اول ما تقلب الشحنات وتغير فرق الجهد تقوم اوتوماتيك، شوف البوابة فتحت اوتوماتيك ودخلت الايونز، دخلت الايون بمجرد حصل ديبولاريزيشن يعني غيرنا فرق الجهد. ده اللي بنسميه اللي هو الفولتج جيتد ايون تشانج، يعني القنوات بتاع الايونات اللي مرتبطه بتغيير فرق الجهد، تفتح بتغيير فرق الجهد عبر السيل ميمبرين، فرق الجهد بين خارج وداخل الخليه عبر هذا الميمبرين جدار ده. تعالى نوع تاني من البوابات بيفتح باتحاد ماده كيميائيه اسمها ليجاند جيت، اللي بيفتح بافتحان او كيميكال جيتد ايون تشانج ليجاند او كيميكال. اول ماده كيميائيه تمسك هنا البوابه مقفوله اهي، البوابه مقفوله قدام حضراتكم اهي. هذا النوع مختلف عن ده، ده بيفتح بتغيير فرق الجهد يعني كهرباء، ده بيفتح بماده كيميائيه تمسك في المستقبلات على البوابه كده. اول ما تمسك هنا اهو على طول فتحت البوابه اهي ودخل الايونز برضه عادي خالص، اتنقل الايونز. يبقى ده في نوعين، فولتج جيتد ايون شانل، يعني هناك قنوات البوابه بتاعتها ما بتفتحش الجيت، ما بتفتحش الا بتغيير فرق الجهد. وفي قنوات تانية للايونات ما بتفتحش الا باتحاد ماده كيميائيه. هذا النوعين من الجيتد شانل جيتد. لكن النون جيتد هتلاقي البوابه مفتوحه على طول، ملهاش بتاع ده سوري، القناه مفتوحه على طول ملهاش جيت، ده نون جيت. يبقى انواع الشانل في السيل ممبرين، نون جيتد هي مفتوحه اهي مفيش قنوات ولا مفتوحه اهي، بتطلع وتدخل بمنتهى السهوله حسب فرق التركيز. انت تركيزك عالي بره عالي هنا وقليل هنا تدخل، تركيزك عالي جوه وقليل بره تخرج وعادي خالص مفيش حاجه هنا مفيش اي مشكله. لكن الجيتد بقى لها بوابات في نوعين، ليجند جيتد وفولتج جيتد. الليجند جيتد مقفوله اهي، بوابه مقفوله اهي، القناه مقفوله اهي، مقفوله ببوابه جيت اهي، جيت يعني بوابه. طب انت عشان تفتحها تعمل ليجيشن يعني ترتبط بماده الاستايل كولين، ليجيشن يعني ارتباط، يبقى الاستايل كولين هيرتبط اهو، هيرتبط بدي يقوم فاتح، شوف اتفتحت اهي، شوف كده كانت مقفوله اهي فتحت اهي، البوابه اتفتحت اهي باتحاد الاستايل كولين مع اللي مع التشانل دي. الفولتج جيت اتغير فرق الجهد، بره شحنه موجبه جوه سالب، زي البوابه مقفوله دي حاله البولاريزيشن، حاله الاستقطاب الطبيعيه في الخلايا، بره موجب جوه سالب، بوزيتيف ونيجاتيف. جميل. طب انت عشان تفتحها غير بقى ايه اللي بيعمل ريفرسال للبولاريتي، يعني غير حاله الاستقطاب بوجود محفز، طبعا في محفز في مثير هيعمل القصه، مش لوحديها في الجسم، في حاجات كتير امثله كتير من هذا القبيل. يوم اي محفز يوم يغير فرق الجهد، غير فرق الجهد بره بقى نيجاتيف جوه بقى بوزيتيف، هو ده اللي يفتح البواب. لما تغير فرق الجهد تعمل عمليه دي بولاريزيشن، يعني ازاله حاله الاستقطاب اللي هي ديت، لما تغير حاله الاستقطاب دي وتغيرها كده يبقى يحصل فتح البواب. اذا هناك شروط لفتح البوابات، في ناس من غير شروط مفتوحه على البحر مفتوحه خالص اهي، لكن دول لهم شروط. الشروط هنا ها هنا تغيير فرق الجهد فولتج جيت، هنا الشرط هنا اتحاد ارتباط ليجند، يعني ارتباط ماده كيميائيه بالقناه بالشانل دي. اول ما ترتبط ماده الاستايل كولين على سبيل المثال يعني تقوم تفتح البوابه، يبقى هنا ده الشرطين بتوعنا، اتحاد ماده كيميائيه في الشانل او تغيير فرق الجهد، هنا بمحفز وهنا اتحاد ماده كيميائيه. كل ده باسف، كل اللي انا قلته ده باسف يا حضرات، كل النوع النقل ده كله باسف. هنا بالمناسبه بقى انواع البوابات، انواع البوابات دي القناه بتاعه الصوديوم، دي قناه الصوديوم بالمناسبه لها بوابتين، بوابه ناحيه بره خارجيه اسمها ام جيت، ام جيت، ولها بوابه ناحيه جوه اهي، بوابه ناحيه جوه اهي اسمها اتش جيت. يبقى الصوديوم له بوابتين، القناه بتاعته كده له بوابتين في ام جيت ناحيه بره واتش جيت ناحيه جوه. وطبعا دي بتفتح في ظروف خاصه، دي بتقفل في ظروف خاصه، دي بتقفل برده هنا كده ظروف خاصة هنعرفها إن شاء الله بعدين. لكن مبدئيا اعرف إن الصوديوم له بوابتين، البوتاسيوم له بوابة واحدة ناحية بره، بوابة واحدة فقط، بوتاسيوم أيونز له بوابة واحدة ناحية بره أهي. القناة هي مقفولة ببوابة واحدة اسمها إن جيت، إن جيت. يبقى البوتاسيوم له بوابة واحدة والصوديوم له بوابتين إم وإتش، دي القنوات بتاع الصوديوم ودي قنوات البوتاسيوم. إنيوميريت بلازما ممبرين أيون شانل، كل انواع الايون شانل في البلازما ممبرين يعني السيل ممبرين. ده الاجابه ايه؟ نون جيتد اللي هي الليكج شانل دي مالهاش بوابات مفتوحه على طول. دي بقى ان دول لهم جيت، نوعين بقى من لهم بوابات، فولتج جيتد تفتح بتغيير فرق الجهد،
وكيميكال جيتد او لايجاند جيت تفتح باتحاد ماده كيميائيه مع التشانل تفتح البوابات. يبقى هذا انواع اللي هي الايون تشانل، يبقى القنوات قنوات من غير بوابات وقنوات لها بوابات. العوامل اللي بتاثر في الديفيوجن يعني عمليه انتشار ايونز من بره الى جوه او من جوه الى بره الخليه، ايه اللي بيتحكم فيه؟ يعني لو تخيلت ان ده جدار الخليه، ده الجدار، ايه يتحكم فيه؟ اولا درجه ذوبان الماده ديت في الدهون، لو بتدوب في الدهون كويس هتعدي بمنتهى السهوله، وده اللي هو السوليبيليتي، عامل السوليبيليتي يعني درجه الذوبان في الدهون. طيب كل ما ده زاد، كل ما ده زاد درجه الذوبان، كل ما زاد الديفيوجن، عشان كده اسمها دايركت ديفيوجن، يعني تناسب طردي، تناسب طردي، كل ما ده يزيد يزيد درجه الانتشار بتاع الايونز، يعدي بسهوله. الكونسنتريشن او البريشر جريدينت، فرق التركيز، تركيز من بره لجوه او من جوه لبره، كل ما زاد فرق التركيز كل ما هنعدي بسهوله، ده برضه دايركت بروبوشن، دايركت بروبوشن، تناسب طردي. السيرفيس اريا، كل ما زادت مساحه السطح اللي انا هعدي منها كل ما هعدي كتير، كل ما مساحه السطح كانت قليله هعدي منين يعني؟ يبقى دي برضه علاقه طرديه بين كل ما زادت مساحه السطح اللي هي اعدي منها يبقى اعدي بسهوله. التمبريتشر، درجه الحراره، درجة الحرارة، كل ما كانت درجة الحرارة عالية كل ما أكسبت الجزيئات طاقة حركية فتعدي بسهولة، الجزيئات تجري بسرعة، كل ما كانت درجة الحرارة عالية كل ما الجزيئات تكتسب طاقة وتعدي بسهولة، تتحرك بسهولة يعني. كل دول علاقة طردية، علاقة طردية. شوف الحاجات دي كده هنحطها في المعادلة بعدين، أدا السوليبيليتي ها، وأدا التمبريتشر أهي، وأدا السيرفيس أريا، وده فرق التركيز. يبقى اللي فوق دول علاقه طرديه مع الديفيوجن، يتناسب او تناسب طردي مع اللي فوق دول، فرق التركيز والسيرفيس اريا والتمبريتشر والسوليبيليتي، يبقى التناسب طردي مع اللي فوق. نشوف الحاجه الثانيه بقى، التناسب العكسي، انفرس بروبوشنال، تناسب عكسي. السيكنس بتاع الممبرين، كل ما زاد سمك السيل ممبرين كل ما نجد صعوبه في ان احنا نعدي من السيل ممبرين، يعني ده علاقه، كل ما زاد السيكنس كل ما الديفيوجن قل، يبقى ده علاقه عكسيه، عكسيه. يبقى ده التي، التي اهي هي هيت اللي هو السيكنس بتاع السيل ميمبرين. المولكيولر ويت، الوزن الجزيئي، يعني حجم الجزيء نفسه اللي هيعدي، علاقه عكسيه طبعا، كل ما كان وزن الجزيء كبير كل ما كان صعب يعدي، كل ما كان حجمه صغير يعدي بسهوله، يبقى مع السكوير روت اللي هو الجذر التربيعي للوزن الجزيئي، ده الاخوه بتوع الفيزيكس اللي عملوا المعادله. يبقى نتناسب تناسب طردي مع السوليبيليتي والتمبريتشر والسيرفيس اريا وفرق التركيز او فرق البريشر، هنتناسب تناسب عكس الديفيوجن يعني الدي عكسي مع السيكنس بتاع السيل ميمبرين، سيكنس ومع الموليكولر ويت الوزن الجزيئي. الفاسيليتيد ديفيوجن، هذا النوع من النقل بيخضع برضه لفرق التركيز، من التركيز العالي التركيز المنخفض، بس لازم كارير، لازم كارير، محتاج كارير بقى. هنا ما ينفعش اعدي من قناه، ما ينفعش اعدي وانا دايب في الدهون، لا انا لازم محتاج شيال يعديني. شوفوا حضراتكم كده الرسم ده، الشيال اهو، ده الكارير اهو، وده السيل ميمبرين، ده نوع من البروتين اهوت يعمل ككارير في السيل ميمبرين، شيال. الايونز ده انا مش عارف اعديه، الايونز ده مش عارف يعدي من الدهون، الايونز ده ملوش قنوات يعدي منها. امال الحل ايه بقى؟ قال لك نجيب له شيال هياخده شوف الشيال فاتح ناحيه بره اهو، هياخد الايونز كده اهو هينهوت، والمفروض ان انا ادخله جوه، هدخله ازاي؟ لازم اقفل من هنا اهو، قفلنا من هنا اهوت، نقفل ونفتح من ناحيه اللي كنا شلناه هنا نسيبه هنا. دي اوتوماتيك، ده بنسميه كونفورميشنال تشينج، بيحصل تلقائي في الكارير، عمليه تلقائيه في الكارير دون الحاجه الى الطاقه، دون الحاجه الى الطاقه. الفاسيليتيد ديفيوجن في جزيء زي الجلوكوز مثلا، الجلوكوز والامينو اسيد بنفس القصه، الجلوكوز والاحماض الامينيه بتاعت البروتين دي بتتنقل بالطريقه دي، الجلوكوز هنا هو الاحماض الامينيه، الشيال هيشيلها، هو الجلوكوز ترانسبورتر يعني الشيال، اما الشيال يشيلها هو احنا مثلا الحموله بتاعتنا ناخد جزيء واحد، ماشي خدنا جزيء واحد، نقفل بقى من ناحيه بره ونفتح من ناحيه جوه، عشان اللي احنا شلناه ده نسيبه ناحيه جوه، ونرجع تاني، نرجع نقفل تاني كده ونفتح من بره تاني ونشيل جزيء تاني وندخله، وهكذا واحد بواحد كده، طول ما في، شوف الشرط، طول ما في فرق تركيز. انا هنا الجلوكوز كتير اهو مثلا، وهنا قليل، مفيش اهو، هنا كتير اهو وهنا قليل، يبقى طول ما في فرق هننقل. اول ما فرق التركيز ما عادش فرق تركيز ما عدناش هننقل، حتى الكرر ده مش هينقل حد. يبقى التغير اللي بيحصل ده اسمه، شوف نفتح بره عشان نملى، وبعدين نقفل ونفتح ناحيه جوه عشان نفرغ، ده بنسميه configuration او conformational change، تغير في شكل الكارير عشان يسمح بمرور هذه الجزيئات الكبيره لداخل الخليه.
زي الجلوكوز او الامينو اسيد اللي مش عارفين ولا يدوبوا في طبقه الدهون ولا لهم قنوات بتعديهم. بيقول لهم شيالين بقى يعدوه، مركب هيركبه، قارب مركب هيشيله ويعديه. والمركب ده هو الكارير، ده اسمه الفاسيليتي ديفيوجن. يبقى ده محتاج كارير ولكن مش محتاج طاقه. والامثله بتاعتنا جلوكوز وامينو اسيد، جلوكوز وامينو اسيد. يبقى الفاسيليتي ديفيوجن زي ما انتم شايفين حضراتكم، يبقى انا محتاج كارير اهوت، كارير. الكارير ده هيشيل الجزيئات دي كده من جوه مثلا، هيشيلها من هيشيل كده وهو قافل من ناحيه بره، يفتح من هنا، وبعدين لما يشيل يقفل من الناحيه دي ويفتح من عشان يخرجه كده مثلا. طيب يبقى انواع، لو الكارير ترانسبورتر كويس، يعني لو الكارير، لو الكارير هينقل جزء واحد، جزء واحد فقط يعني هينقله، يبقى اسمه يوني بورت كارير. يبقى نوع الاسم الكارير ده يوني بورت. يوني بورت يعني بورت يعني بينقل، حامل. بورت يعني كارير، ويوني يعني بيشيل حاجه واحده، يعني هي الجزء واحد يعدي كده، يعدي جزء واحد يعدي بس خلاص. يبقى ده اسمه يوني بورت، في اتجاه واحد، في اتجاه واحد. يوني بورت وفي اتجاه، هيشيل جزء واحد وفي اتجاه واحد. طب بص كده، لو الكارير هينقل جزيئين في نفس الاتجاه، يعني هيشيل جزيئين كده وينقلهم في نفس الاتجاه، يعني هيشيل جزيئين من مادة معينة وينقلهم في نفس الاتجاه، يبقى اسمه سيم بورت كارير أو اسمه كوترانس بورت. يبقى اسم الكارير ده كوترانس بورت أو سيم بورت، لو هينقل جزيئين ويعدهم في نفس الاتجاه. طب لو هينقل جزيئين بس هيعدهم في اتجاه معاكس، يعني هيخرج جزيء ويدخل واحد، يخرج واحد مثلا هنا كده في الاتجاه ده ويدخل واحد بداله في الاتجاه ده، يبقى هينقل جزيئين بس في اتجاهات متعاكسه او اتجاهين متعاكسين، ده بنسميه انتي بورت ميكانيزم او كاونتر ترانسبورت. يبقى انواع الكارير، في انواع الكارير، يوني بورت هيشيل جزء واحد ويعديه في اتجاه واحد سواء يدخله او يخرجه مش فارقه. في سيم بورت هيشيل جزيئين ويمشيهم في نفس الاتجاه، اسمه ده سيم بورت. سيم يعني نفس، نفس سيم يعني نفس، نفس الاتجاه. كو او كو ترانسبورت يعني بيعدوهم مع بعض، متعاونين مع بعض. طب لو الشيال هيشيل جزيئين، جزيئين من اي ماده يعني، وهيعدهم في اتجاهات متعاكسه، هيدخل واحد ويخرج واحد، يبقى ده كاونتر ترانسبورت او انتي بورت. انتي يعني ضد، ضد بعض يعني. الكاركترز، مواصفات الفاسيليتي ديفيوجن. الفاسيليتي ديفيوجن قلنا محتاجين كارير بس للمواد، ان هي المواد اللي هي مش عارفه تعدي، مش عارفه تدوب في الدهون وتعدي، ملهاش قنوات تعديها، يبقى نشوف لها كارير يعديها. طب انت محتاج طاقه ولا مش محتاج؟ مش محتاج طاقه، انا مش محتاج طاقه خلاص. يبقى الفاسيليتي ديفيوجن ده المواصفات اللي انا قلتها، هو محتاج كارير فقط مش محتاج طاقه خلاص، وبس لازم يتوفر فرق التركيز. لازم يكون انا هنقل اللي هنقله على كارير ده، لازم يكون هيتنقل من تركيز عالي الى تركيز منخفض، احترم قوانين الطبيعه، داون هيل كونسنتريشن جريدينت. طيب يبقى انا من الخصائص انا محتاج كارير، لكن ذير از نو نيد فور انرجي. وحاجه اسمها سبيسيفيستي. سبيسيفيستي يعني ايه سبيسيفيستي؟ عندنا في جسمنا، هنشوف كده طبعا على مدى ان شاء الله الدراسه بتاع الطب، ان الكارير ده بيشيل جلوكوز فقط، فقط اي جزء تاني ما بيشيلوش. يبقى في كارير خاص بالجلوكوز، جميل. في كارير خاص بالامينو اسيد، حاضر من ايه؟ ما يشيلش حاجه تاني. ده التخصص يعني، ده التخصص. واذا استثنينا حاجه يعني، اذا حصل استثناءات، فممكن كارير يشيل بالكتير قوي حاجتين وخلاص، يشيل حاجتين مع بعض. لكن هو في معظم جسمنا كل كارير متخصص في حمل ماده معينه بينقلها. طيب الكومبتيتيف انهيبيشن، يعني ايه كومبتيتيف انهيبيشن؟ يعني لو كان في انا في ماده في الجسم بتتنقل عن طريق كارير، ركزوا بقى في حته الكومبتيتيف، يعني التنافس من اجل الانهيبيشن. خلي بالكم، في ماده في الجسم بتتنقل عن طريق كارير تدخل جوه الخليه. طب نفترض ان انا مش عايز ادخلها جوه الخليه، اعمل ايه؟ يعني مش عايز ادخل الماده دي جوه الخليه. الكارير عارف ان الماده دي بتاعته وهيدخلها، او ما اجيب دواء علاج من بره، ماده مشابهه بالشكل، الشكل بالظبط مشابهه في الشكل للماده اللي بتدخل دي، هضحك على الكارير يعني، هعمله ديسيفنج، هخدعه، يقوم ياخد الماده بتاعتي اللي انا مديها من بره كدواء او علاج، يعني كدواء او علاج، وما ياخدش الماده اللي هي موجوده في جسمي دي يدخلها. جميل قوي. يبقى انا منعت ماده معينه من الدخول جوه الخليه عن طريق ان انا ده حقنت في المريض ده ماده مشابهه، الكارير تعرف عليها على سبيل الخطا واعتبرها هي الماده بتاعه الجسم ومسك فيها وما دخلهاش كمان، ده ما عرفش يدخلها كمان.
يعني ما عرفش يتعامل معاه، وقفت خلاص، يبقى الموضوع وقف. والمكان، المكان بتاع المادة بتاعت جسمي، مكان نفسه بتاع المادة اتشغل خلاص، بقى مليان بمادة أخرى. هو ده التنافس من أجل inhibition، اسمه competitive inhibition mechanism. يبقى مادتين بتنافسوا على نفس المكان، معناه مادتين شبه بعض بتنافسهم على نفس المكان، هو ده اسمه competitive inhibition. ده من مواصفات الفاسيد diffusion carrier. يعني saturation، يعني saturation كل كارير له درجه تشبع. كل كارير، كل بروتين، انا مثلا عندي مثلا في كارير بيشيل 3 ايونات من الصوديوم فقط، 3 ايونات من الصوديوم فقط، ما يقدرش يشيل اكتر من كده. طب انا اعمل ايه في الباقي؟ ما انا عايز ادخل الباقي، ما لسه في كتير بره واقفين عايزين يدخلوا هم كمان. قال لك لا، اما ادخل الثلاثه دول الاول وارجع فاضي اشيل ثلاثه تانيين وادخلهم، وارجع فاضي اشيل ثلاثه تانيين، وهكذا. يبقى هو دي درجه تشبع معينه، كل كارير ده تشبع معين، ما ينفعش يشيل اكتر منها، اللي بنسميه بيوصل للماكسيمم ساتوريشن، اعلى تشبع. في المثال اللي انا قلته هم ثلاث جزيئات من الصوديوم، خلاص ده اسمه الفي ماكس، يعني ده اقصى ايه، اقصى تشبع، في ماكس. واضح الكلام؟ يبقى ده الفكره، لكل كارير له درجه تشبع معين. بصوا كده، طول ما في فرق تركيز، لو كارير مثلا، بصوا على الرسمه دي، اولا ده بتاع السيمبل ديفيوجن خلاص، اللي هو الخط المستقيم ده علاقه طرديه، كل ما التركيز بيزيد الدنيا مفتوحه قدام بتاع ده، بيعدي عادي خالص، كل فرق يعدي، ده السيمبل ديفيوجن. لكن الفاسيليتيتد بشوفهم عند لحظه معينه بدا النقل يثبت، ما بقاش بيزيد. شوف في فرق تركيز، يعني مثلا عندي الكارير بتاع الصوديوم، الكارير بتاع الصوديوم بيشيل ايون صوديوم واحد، كويس، يبقى ندخله بسرعه. طب شال 2 ايون صوديوم، هو كفاءته 3 بس، شال 2 صوديوم هندخلهم برضه، شال 3 صوديوم وصلنا لاقصى، هو اقصى كفاءه. طب شال بقى، لو عايزين اكتر من 3 مش هينفع، هما 3 اهو، يبقى اقصى حاجه 3 عندنا. يعني مهما كان فرق التركيز، مهما كان فرق التركيز بين بره الخليه وجوه الخليه، انا اقصى حاجه بشيل 3، ده اقصى كفاءه للنقل بتاعتي. بيقول لي بقى فرق التركيز يا دكتور، انا ماليش دعوه، انا كشيال ليا حموله خاصه، حمولتي 3 ايونات فقط. تقول لي بقى انت بره لسه 100 ايون بره، انا ماليش دعوه، انا بشيل 3 بس. يبقى عند حد معين بيثبت النقل لا يزيد عن هذا، هنا ده بتاع 3 ايونات فقط، ويثبت مهما كان فرق التركيز، مهما كان فرق التركيز بيزيد اهو. هو ده الفاسيليتيتد ديفيوجن، ده الفاسيليتيتد، ده السيمبل ديفيوجن، ملوش علاقه بالكارير ولا الكلام ده. يعني يبقى السيمبل ديفيوجن فيرسس، مقارنه بالفاسيليتيتد ديفيوجن، ده السيل ميمبرين. هنا عندي فرق تركيز عالي اهوت، وهنا تركيز قليل، الدنيا شغاله زي الفل اهو، كل ما فرق تركيز النقل شغاله اهو، ده سمبل ديفيوجن. بندوب اهوت، بندخل في الصنبور، او بندوب في طبقه الدهون، او من خلال قنوات مفتوحه بنعدي. لكن هنا بقى بيحكمني مين في الفاسيليتيتد؟ كفاءه الشيال، درجه تشبعه، او شوفهم كفاءته بيشيل 3 بس اهو، شيل 3، هنا كتير اهو، ماليش دعوه، انا شيل 3 بس، انا بشيل 3 بس، هنا كتير، انا ماليش دعوه، مش هشيل كل دول. انا بكل مره بشيل 3 ادخلهم، افضيهم وارجع اشيل 3 تانيين، افضيهم وارجع اشيل، وهكذا. ده اللي بيتحكم فيه درجه الساتوريشن، تشبع هذا الشيال، درجه تشبعه قد ايه. الفرق بين السيمبل ديفيوجن والفاسيليتيد، السيمبل ديفيوجن داون تو الكتروكيميكال جريدينت، يعني بيخضع لفرق الكهرباء وفرق التركيز، ده قلنا ده السيمبل، من التركيز العالي للتركيز المنخفض، من الشحنات المختلفه تتجاذب، والشحنات المتشابهه تتنافر، ده الكه الكتريكال. الفاسيليتيتد داون تو الكتروكيميكال جريد، نفس القصه، يخضع نفس القانون ده، سيمبل ولا. طيب ده بيحصل عن طريق الليبت، طبقه الدهون بندوب فيها، او القنوات بتاعه البروتين المفتوحه، لكن مش محتاج كارير، نو اهو، وزود ذا نيسيستي اوف بايندينج، مش محتاج كارير، ده مش محتاج كارير، لكن ده محتاج مين؟ محتاج كارير، محتاج سبيسيفيك كارير لكل ماده عليها كارير خاص بيه. نوت ريت ليميتد، يعني طول ما في فرق تركيز احنا بنعدي، مفيش حد بيحد من النقل بتاعنا، من معدل النقل. هنا لو ريت ليميتد، هنا محدود بمين؟ محدود بدرجه تشبع، درجه تشبع الكارير. اما يوصل لدرجه تشبع ما ينفعش يعدي اكتر من كده، بل محدود معدل النقل، محدود بدرجه التشبع بتاع الشيال الكارير. هنا نوت ساتيورابل، لان اصلا انا ما عنديش كارير هنا، هو مين اللي هيتشبع؟ مفيش حد بيتشبع. هنا اعمل لي هيتشبع، لكن هنا مش محتاج كارير، لكن ده ساتيورابل، يعني مرتبط بدرجه تشبع الكارير. طيب هنا there is no external energy، هنا مش محتاج طاقه، هنا برضو مش محتاج طاقه، يبقى في الحالتين دول مش محتاج طاقه، ولا هذا الاثنين دول اسمهم باسيف ترانسبورت. Which of the following best describes the process of diffusion؟ قول لي اللي جاي ده يعني ينطبق على الديفيوجن.
downhill process, uphill, a process by which only large molecular weight protein may move across the biological membrane require metabolic energy. Helium diffusion ده passive, عملية passive. يبقى downhill يعني يعني بيحترم فرق التركيز وفرق الشحنات الكهربية. هو ده downhill. يبقى هنا هو ده اللي ده البيست ديسكرايب يعني ده اهم حاجه. لكن الحاجات دي ابهيل يعني ده بتركيز المنخفض للعالي ده اكتف ترانسبورت اكتف مش ديفيوج. ديفيوجن ده بس يا جماعه ده اكتف محتاج طاقه. طيب هنا اللارج مولكيولر ويت بروتين مي كروس لا من عمر ما ده هيعدي يعني هو الديفيوجن معناه ان الحاجات اللي جزيئاتها عاليه او حجمها عالي بتعدي بسهوله. لا طبعا ده مش ديفيوجن بيحتاجوا على بيحتاج طاقه. لا مش بيحتاج طاقه بما انه بس يعني الاجابه ده وين هيل بروس. اذكر منشن اربع فاكتور دايركت بروبوشنال ويز ديفيوجن او حسب المعادله اللي احنا قلناها من شويه. قول اربع عوامل تتناسب تناسب طردي مع الديفيوجن. كل ما زاد الديفيوجن. هما مين بقى؟ الليبيد سوليبيليتي فرق التركيز او البريشر جريدينت السيرفيس اريا التمبريتشر. الحاجات دي بتتناسب تناسب طردي. لكن اللي بيتناسب تناسب عكسي inversely proportional قلناهم قبل كده اللي هي مين تاني؟ السيكنس والمولكولار ويت السمك الجدار والوزن الجزيئي بتاع الجزيئات. نيجي للخاصيه اللي بعد كده. احنا خلصنا السيمبل ديفيوجن والفاسيليتيتد يبقى الاوزموزيس. كل ده بس في ترانسبورت. الاوزموزيس ده خاص بالديفيوجن بتاع الميه. هو ديفيوجن بس خاص بالميه فقط. يبقى لما نقول انتشار الميه عبر السيل ممبرين له خاصيه منفرده اسمها الاوزموزيس. يبقى الاوزموزيس ده خاص بانتشار المياه فقط مش الايونات المياه فقط اسمه اوزموز. نشوف كده مع بعض الاوزموز. يبقى الاوزموزيس هو بس في فلو اوف ووتر ميه اهي ديفيوجن اكروز السيمي بيرميبل ميمبرين اللي هو السيل ميمبرين يعني سيلكتيفلي بيرميبل للميه داون ا كونسنتريشن جريدينت اوف ووتر يعني المكان اللي فيه ميه كتير تتنقل الميه من المكان اللي فيه ميه كتير الى ميه قليله. يبقى هنتنقل من المكان اللي فيه ميه كتير الى المكان اللي فيه ميه قليله. الله يعني انا عايز افهم اقول جمله كده يعني هتنقل من الدايليوتد للكونسنتريتد ولا من الكونسنتريتد للدايليوتد؟ يا مسهل وما تنقل من ايه؟ دكاتره من الاعلى للاقل انا بقول لك اهو هنتنقل من كميه ميه كبيره مكان الى مكان في كميه ميه قليله. شوف بقى المصطلح اللي هقوله يعني من الدايليوتد اريا للكونسنتريتد ولا من الكونسنتريتد للدايليوتد؟ دايلوتد يبقى من الدايلوتد يعني المنطقه المخففه. ما هو اللي خفيفه ان في ميه كتير هي اللي خفيفه التركيز. يا من الدايلوتد للكونسنتريتد يبقى من منطقه فيها دايلوشن فيها تخفيف يعني فيها عشان فيها ميه كتير مع الميه اللي مخففه التركيز بتاع اي حاجه فيها دايلوشن للكونسنتريت اللي المنطقه اللي فيها تركيز الايونات عالي ده يبقى فيها ميه قليله. يبقى من الدايلوتد للكونسنتريت او بمعنى اخر من المنطقه اللي فيها هاي كونسنتريشن اوف ووتر تو لو كونسنتريشن اوف ووتر او بمعنى اخر يبقى ده خلاص يعني مفهومه من الميه الكتير لميه قليله. طب شوف اللي جايه دي او من اللو كونسنتريشن اوف سوليوت تو هاي كونسنتريشن اوف سوليوت. ما هي يعني المواد الزائبه في الميه لما يكون تركيزها قليل يبقى الميه كتير. يعني المكان اللي فيه تركيز السوليوت المواد الزائبه قليل تركيز قليل يبقى الميه كتير. هو ايه اللي مخفف التركيز؟ الميه كتير. يبقى من التركيز القليل للسوليوت الى التركيز العالي للسوليوت. التركيز العالي للسوليوت ده انا فيه ميه قليله يبقى يا اما تتنقل من ميه كتير الى ميه قليله او من سوليوت مواد ذائبه صوديوم وبوتاسيوم وجلوكوز ومش عارف ايه دي اسمها سوليوت تركيزها قليل الى مكان تركيزه عالي في السوليوت. ده تعريف الاوزموزيس. يبقى الاوزموزيس اهو شوف مستوى الميه ثابت اهو في بدايه التجربه. مستوى الميه في الكومبارتمنت 1 هنا والكومبارتمنت 2 الاثنين مستوى الميه ثابت اهو دي ميه ودي ميه. نشوف مع بعض بقى كده ماذا يحدث. دي جزيئات يا جماعه دي جزيئات ذائبه في الميه. دي السوليوت اهو اللي هي الجزيئات الدايبه في الميه. رحنا منين لمنين بقى؟ رحنا منين؟ من المكان اللي فيه تركيز سوليوت قليل الى تركيز سوليوت عالي. يا مسهل يا رب. مش احنا بادئين ان الميه زي بعضها؟ الميه زي بعضها؟ مش احنا قلنا فين؟ تعريف تاني من لو كونسنتريشن اوف سوليوت هنتنقل من التركيز القليل للسوليوت الى التركيز العالي للسوليوت اهو. السوليوت متركزه في الناحيه دي ناحيه
او ده سوليت جلوكوز او صوديوم او ملح دايبين تركيزهم عالي. هنا مفيش خالص، هنا مفيش خالص سوليت اهو، يبقى الميه اتنقل من التركيز القليل في السوليت مفيش خالص الى التركيز العالي اهو، اتنقل باتجاه ده الميه مستواها هيعلى. ده الاوزموزيس يا جماعه، يبقى الاوزموزيس بتسحب ناحيه الحته اللي فيها تركيز عالي لمين؟ عالي لمين؟ الميه بتتسحب ناحيه الحته اللي فيها تركيز عالي لمين؟ للسوليوت. تركيز عالي للسوليوت، ما تتسحب ناحيته كده يعني، يعني هنا في ملح او سكر ما تشد ناحيته. ودي الفكره، دي الفكره ليه مرضى السكر بيدخلوا الحمام كتير ويتبولوا كتير، يعملوا مكتيريشن كتير، جوه ميه في البول كتير. ليه؟ لان مرضى السكر عندهم مستوى الجلوكوز عالي في الدم، الجلوكوز هو ماشي كده في الدم كده، هو بترشح في الكلى يشد ورا ميه، قاعد يشد ورا ميه، الله، يعني بيرشح ميه كتير في الكلى، الجلوكوز هو بترشح في الكلى، وبعدين اللي يشد ميه كتير تتخزن في المثانه، العيان يروح يعمل يتبول بقى كل شويه، على مستوى السكر عالي قاعد يشد ميه وراه بترشح في الكلى، الجلوكوز او الملح ماشيين في اي حته بيشد وراهم ميه بخاصيه الاوزموز، يسحبوا وراهم ميه، تعال يا ميه ورانا غصب عنك رغم عن انفك. يبقى الجلوكوز انت بتجربها، انت حتى جربها، خد حاجه حلوه، كل حاجه حلوه كده كتير، كل حاجه حلوه، حاجه مسكره هتلاقيك عطشان وعايز تشرب ميه، لانك انت شربت حاجه انا عايز ميه، الجلوكوز اللي داخل الجسم عايز ميه وراه، ميه وراه، او كل حاجه حادقه فيها ملح او كلام من ده برضه عايز تشرب ميه وراه. اذا الملح والسكر دول بيحبوا الميه موت وراهم يعني، دي خاصيه الاوزموز. يبقى الميه تسحب في الاتجاه ده خلاص. هنا بص كده ركز، دي دايليوتد سوليوشن. دايليوتد يعني ايه دايليوتد؟ ده جوه الخليه بالمناسبه، ده جوه الخليه هو، وفي دايليوتد سوليوشن، في جزيئات سكر اهو، سكر وفي ميه كتير هنا. الميه الاحمر ده ميه، الاحمر ده ميه، واللون ده اللي هو السكر، اللي هو السكر. يبقى الاحمر ده ميه وده سكر. شوف بقى احنا هنتنقل ازاي، يعني توقعوا انتوا هنتنقل ازاي. شوف وده سكر اهو، سكر كتير اهو، ده سكر كتير اهو، وميه قليله اهي، دي بره الخليه، يبقى ده جوه الخليه وده بره الخليه. هنتنقل في اتجاه يا جماعه حسب الاوزموزيس. يمين من جوه، يمين يسار لليمين، على اليمين. كل المقاييس لو احنا حسبناها من ناحيه الميه، يبقى نتنقل من تركيز ميه عالي للاحمر ده الميه، تركيز ميه عالي، تركيز ميه قليل، يبقى لو احنا حسبناها نمشي في الاتجاه ده ناحيه اليمين. طيب لو احنا حسبناها بالسوليوت، انا قلت بقى العكس، من تركيز سوليوت قليل اهو لتركيز سوليوت عالي، جلوكوز هنا كتير، نمشي ناحيه العالي، يبقى الميه تمشي ناحيه العالي. في كلتا الحالتين فسرتها انت على اساس السوليوت، فسرتها على اساس الميه، الاثنين صح. يبقى هتنقل من ميه كتير لميه اقل، دي الاوزموز، او هتنقل من تركيز سوليوت قليل الى تركيز سوليوت عالي، يبقى نفس هيمشي نفس الاتجاه، الميه تمشي نفس الاتجاه اهو. يبقى بالاوزموز الميه تمشي كده في الاتجاه ده اهو، تمشي قاعده، تمشي. وصلت المعلومه دي خلاص؟ ايوه. هنا في نقطة مهمة، نقطة مهمة، نقرأ كده، نقرأ كده، حد يقرأ البتاع دي يا جماعة، حد يقرأ كده، ساعدوني كده، حد يقرأ. Osmolarity regards only the number of molecules and disregards their chemical composition, charge or size. فهمت إيه من الجملة دي يا دكتور يعني؟ إن دكتور Osmolarity يهتم بعدد المولكيولز، ما يهتم للتركيب الكيميائي ولا الشحنة ولا السايز، يعني ما يهمني إيش الشحنة أو حجم المركب. بارك الله فيك. يعني الاوزمولاريتي يعني قوه اي جزء لسحب الميه، قوه او اي جزء ان هو يشد ميه وراه، ده متوقف على ايه؟ متوقف على عدد الجزيئات، عددها، وليس التركيب الكيميائي. يعني يطلع بروتين، يطلع جلوكوز، يطلع ليبيد، ما يهمنيش، ما يهمنيش طبيعته الكيميائيه، ما يهمنيش خالص، لكن يهمني العدد ده، 1 2 3 4 5 6 7، هو ده اللي يهمني العدد. ما يهمنيش بقى اللي تشارج ده شحنه موجبه، ده موجبه، ده سالبه، ولا يهمني الكلام ده اصلا. ما يهمنيش السايز، ده حجمه كبير، ده حجمه صغير، ولا يهمني الكلام ده اصلا. انا يهمني هنا، طب انا عندي عدد كتير من الجزيئات يشدوا وراهم ميه كتير، عدد قليل من الجزيئات يشدوا ميه قليله وراهم بخاصيه الاوزموز. يبقى الفكره ان السوليوت دول سوليوت، يهمني فيهم العدد دون النظر الى الطبيعه الكيميائيه بتاعتهم، ما يهمنيش هم بروتين ولا كربوهيدرات ولا دهون ولا مش مش في دماغي، ولا يهمني الشحنه موجبه ولا سالبه، ولا يهمني حجمهم كبير وصغير، ولا يهمني الكلام ده اصلا.
لكن يهمنا هم كام، هم عددهم كام. كل ما زاد العدد كل ما زادت قدرة هذه الجزيئات على سحب المية وراها. هذا السؤال يبقى الأوزمولاريتي متوقفة على العدد وليس وليس الموضوع ده خالص. وده ممكن يجي سؤال ام سي كيو طبعا السؤال ده، يعني الأوزمولاريتي ديبند اون، الأوزمولاريتي ديبند اون. هنقول لك رقم واحد النمبر، رقم اثنين كيميكال كومبوزيشن، ثلاثة تشارج، أربعة سايز، يبقى مين اللي صح؟ يا من الصح نمبر. يا من الصح نمبر. يبقى الأوزمولاريتي النورمال سيرم اللي هو بتاع البلاد له الأوزمولاريتي بتاعته، يعني معدل الأوزمولاريتي الطبيعية في الدم، قيمة الأوزمولاريتي في الدم 290 إلى 310 ملي أوزمول بير لتر، يعني حوالي لو قسناها بالمليمتر زئبق ده كده يعادل 5000 مليمتر زئبق. ده بتاع الدم يا جماعه، ده الاوزمولاريتي بتاع الدم الطبيعيه. في المتوسط بتبقى 300، يعني في المتوسط 300، في المتوسط 300. الاوزموتيك بريشر بقى ايه؟ هو الاوزموتيك بريشر يعني ايه اوزموتيك بريشر؟ ذا بريشر نيدد تو ستوب اوزموزيس، بيعتمد على النمبر بتاع الجزيئات وليس على وزنها. ما الكلام ده عرفناه، بس حد يفهمني ايه الجمله، ليه الجمله دي؟ يا مسهل، اختلاف ضغط الماء في الداخل والخارج. ايه؟ اختلاف ضغط الماء من الداخل والخارج. كويس. طيب نبص كده في المثال ده كده، بص في المثال ده هنا عدد الجزيئات اهي بتاعت الماده ازاي، بكتير ولا قليل؟ هنا كتير. هو الجلوكوز يعني كتير اهو، وهنا ما فيش خالص. يبقى الماده اتنقل منين؟ في السهم اهو، ما اتنقل ناحيه الجزيئات الكتيره دي، اتنقل كده. طب هتقعد تتنقل كده الى متى؟ شوف الميه بتيجي من هنا لهنا لغايه مستوى الميه هنا بيرتفع، شوف المستوى الميه بينخفض وهنا بيرتفع، الى متى؟ مين اللي هيوقف النقل ده؟ مين اللي هيوقف؟ لما التركيز يتساوي التركيز، هي بتتنقل هو حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر، يعني بتتنقل بالضغط الاوزموزي، الضغط هي بتتنقل بالضغط الاوزموزي، ما بتتنقل كده بالضغط الاوزموزي. طب مين اللي هيوقفها بقى؟ ايه اللي هيوقف نقل الميه؟ تساوي الضغط. تساوي الضغط. انا ضغط بقى اللي هو ضغط الميه نفسه، ضغط الميه نفسه، مش دي ميه، هنا ميه كتير هيك كبرت هيك، هنا بقى هنا ميه. ضغط الميه نفسه، ضغط الميه نفسه اسمه الهيدروستاتيك بريشر، ده ضغط الميه نفسه. ضغط الميه عندما يتساوى مع الاوزموتيك بريشر هو بيعكس الاوزموتيك بريشر، يعني ضغط الميه بيحاول يزق الميه كده، والاوزموتيك بريشر بيشد الميه كده. عندما يتساوى الضغطين يوقف نقل الميه، يوقف نقل الميه بس. يبقى تاني الاوزموتيك بريشر بيساعد نقل الميه في الاتجاه ده، والميه لها تركيب، لها ضغط لوحده اسمه هيدروستاتيك بريشر. لما ضغط الميه يزيد، ضغط الميه يزيد يوم يعاكس الاتجاه ده، يوم يحاول يجيب الميه من هنا لهنا، يبقى اتنين بيعكسوا بعض، ده بيجيب الميه كده وده بيجيب الميه كده، الى ان يتساوى الضغطين دول، الضغطين دول يوقف نقل الميه. عند اللحظه دي يوم انهم قايسين الهيدروستاتيك بريشر، لان ما اعرفش انا اقيس الاوزموتيك، ما اعرفش اقيس الاوزموتيك بريشر على فكره، مفيش اجهزه هتقيس الاوزموتيك بريشر، ده بتقاس بمعادلات. فانا قيست في اللحظه بتاعت ان الميه بقى بدا يثبت النقل بتاعها، ما عادش بتبعدش، خلاص مستوى الميه هنا ما عادش بيقل كده ولا هنا عاد بيزيد، يبقى خلاص ما عادش في ميه بتتنقل زياده بقى. في هذه اللحظه اقيس الضغط ده بجهاز، ضغط الميه ده اقيسه بجهاز هو نفسه، الضغط ده اللي هو اسمه الهيدروستاتيك بريشر، هو نفسه الاوزموتيك بريشر اللي ما عندما تثبت العمليه، عندما نوصل للفاينل ستيت، نوصل بقى ما عادش في نقل ميه، يبقى الضغط اللي هيوقف نقل الميه ده هو اسمه الهيدروستاتيك بريشر، اللي هو عندما يتساوى مع الاوزموتيك بريشر. يبقى انا عايز طريقه غير مباشره لحساب الاوزموتيك بريشر، انا مش عارف اقيسه من خلال الهيدروستاتيك ده. اقيسه ازاي؟ عندما يتوقف نقل الميه يبقى الضغطين بيساووا بعض، لو ما اقيس الهيدروستاتيك يبقى هو نفس الاوزموتيك. هذا الفكره. يعني ايه اهميه الاوزموزيس على مستوى الفسيولوجي، على مستوى الخليه؟ اهميه الاوزموزيس ايه مستوى الخلايا بتاع الجسم؟ يعني ينظم المويه. يعني عاده عشان تبقى الصوره معايا، الاوزمولاريتي يعني قوه سحب الميه دي بره الخليه زي جوه الخليه بالظبط، الاثنين زي بعض، يعني بره 300 جوه 300. الله، يبقى معنى كده ولا في ميه بتخرج من الخليه ولا في ميه بتدخل. وصلت الرساله كيف دكتور؟ ايوه. يبقى الاوزمولاريتي بره الخليه زي جوه الخليه،
يبقى ولا في ميه بتخرج ولا ميه بتدخل الخليه. بمعنى ان الخليه محافظه على المحتوى المائي بتاعها، ما بتغيرش جميل بين الانترا سيلولار جوه الخليه وبره الخليه، عشان الاوزمولاريتي بره زي جوه. طب افترضنا ان الاوزمولاريتي بره زادت، وده بيحصل، ها الاوزمولاريتي بره زادت، يبقى الميه بتنقل من منين؟ ها هتدخل داخل الخليه لين ما تتساوي، هتنشف الخليه. هتنشف الخليه، حلو. يبقى هتنكمش الخليه، هتنكمش شرينك، وده يخل بوظائف الخليه. طب لو الاوزمولاريتي بره الخليه قلت، هيزيد الخليه، يبقى الميه تدخل. لو الاوزمولاريتي بره قلت والاوزمولاريتي عاليه جوه الخليه بالنسبه لها، طب الميه تدخل جوه الخليه. لو ما تدخل جوه الخليه تنتفخ، يحصل لها سويل، ممكن تنفجر. يبقى انا محتاج ان الاوزمولاريتي تبقى ايكوال بره وجوه، تبقى متساويه بره وجوه، عشان ولا تنكمش الخليه ولا تنفجر، وكلتا الحالتين ده يخل بوظائف الخليه. الكلام ده بص كده على المصطلحات دي، يعني ايه تونيستي؟ تونيستي لو قلنا حاجه هايبرتونيك، يعني هايبرتونيك يعني ايه؟ ها؟ يعني فيها، لكن بقول لك هايبرتونيك يعني المحلول ده هايبرتونيك، يعني فيه تركيز السوليوت اكتر من محلول اخر مقارنه بمحلول اخر، يبقى تركيز هنا عالي بتاع السوليوت في المحلول ده. اما اقول لك هايبوتونيك يبقى التركيز اقل، اقول لك ايزوتونيك يبقى الاثنين زي بعض، يبقى تركيز المواد اللي زايبه اللي هي السوليوت زي بعضهم في الاثنين. هذا الفكر. يبقى تاني هنا هنقارن بالبلازما، هايبرتونيك ده ما اقول لك محلول هايبرتونيك بالنسبه للبلازما يبقى اعلى من البلازما بتاعت الدم، هايبوتونيك ده يبقى المحلول الاوزمولاريتي بتاعته اقل من البلازما بتاعت الدم، هنا ايزوتونيك يبقى المحلول زي البلازما بتاعت الدم. ده الفكره يعني. بص كده على الرسمه دي، هايبرتون دي هايبوتونيك، هايبوتونيك المحلول اللي بره ده هايبوتونيك ليه؟ عشان تركيز مين؟ ها تركيز السوليد قليل فيها اهو، دي الخليه يا جماعه، وبالنسبه للخليه اهو الخليه تركيز السوليد كتير اهو، وجوه بره تركيزه قليل، يبقى ده هايبوتونيك بالنسبه للخليه. طب ايزوتونيك هعد دول هتلاقوا نفس العدد اللي جوه ده، العدد اللي بره هو نفس العدد اللي جوه، ادا 4 و2 6 وادا 4 و2 6 6 و6 عدد السوليوت هو هو، اذا ايزوتونيك بره الخليه زي جوه الخليه. طب شوف السوليوت هنا بره الخليه قد ايه وجوه الخليه قد ايه، بره الخليه في المحلول اللي بره الخليه ده اكتر من اللي جوه الخليه، يبقى ده هايبرتونيك سوليوشن، يبقى ده هايبرتونيك، ده ايزوتونيك سوليوشن، ده هايبوتونيك سوليوشن. عرفتوا يعني ايه التونستي؟ مقارنه ببعضيها، يبقى الاثنين زي بعض يبقى ايزوتونيك، واحد اقل من الثاني يبقى ده هايبوتونيك بالنسبه لده، واحد اعلى من الثاني في تركيز السوليوت يبقى ده هايبرتونيك بالنسبه لده. عرفنا يعني ايه هايبوتونيك وبتاع. طيب احنا في الايزوتونيك، ايزوتونيك بيقول لك الخليه دي خليه كرات دم حمراء كمثال، يعني دي كرات دم الحمراء اللي هي ريد بلاد كورباسل او ريد بلاد سيلز، الاوزمولاريتي بره زي جوه في حجمها طبيعي زي الفل. طب حطها بقى كده في هايبرتونيك، هايبرتونيك ده هايبرتونيك سوليوشن، يعني احط كرات دم الحمراء في هايبرتونيك سوليوشن في محلول التونست بتاعته عاليه او الاوزمولاريتي عاليه، يقوم هنشد ميه من كرات دم الحمراء فتنكمش بالمنظر اللي قدامك ده، يحصل لها شرينكج. طب حطها في محلول هايبوتونيك، يعني بره الاوزمولاريتي قليله وجوه كرات دم الحمراء الاوزمولاريتي عاليه، تقوم نشد ميه من بره لجوه تنتفخ. طب لو احنا زودنا خففنا اكتر المحلول اللي بره بقى فيري هايبوتونيك، خففنا اكتر وقلنا الاوزمولاريتي بره اكتر، تدخل ميه كتير لدرجه ان الخليه هتنفجر يعني انفجرت يعني، فهي بتنتفخ الى درجه الانفجار. ده اللي هو على مستوى الخليه. ايزوتونيك دي كرات دم الحمراء يا جماعه شكلها هي اهو، بره زي جوه، ده الطبيعي، الاوزمولاريتي بره جوه زي بره، المحلول اللي بره البلازما بتاع الدم يعني، مفيش مشكله. لكن امتى تحصل المشكله؟ لو شوف التونستي او الاوزمولاريتي بره بقت زايده خالص، اشوف التركيز قد ايه كتير، النقط دي كتير، تركيز الماده عالي بره اهو، تقوم تشد ميه من كرات الدم الحمراء، تشد ميه فتنكمش كرات الدم الحمراء بالمنظر كده. طب بص كده، لو احنا قللنا السوليوت بره، يبقى السوليوت قلت بره والسوليوت زايده جوه، مع كان احنا عرضناها هايبوتونيك سوليوشن مفيش فيه سوليوت خالص بره، تقوم الميه تدخل جوه، تقوم تنتفخ الخليه بالمنظر ده كده، ولو زودنا العيار حبتين ممكن تنفجر بقى. ايزوتونيك سوليوشن عبارة عن إيه؟ doesn't change the cell volume. has less osmolarity than plasma. has more osmolarity than plasma. increase the cell volume. إيه رأي حضرات؟ isotonic iso. doesn't change. بره زي جوه فما فيش تغير في حجم الخلية. هي دي الإجابة الصحيحة.
على مستوى بقى اهميه الاوزموس على مستوى الكابيلر الشعيرات الدمويه في جسمنا يعني. هو بس اقرا كده وهنشوف هنفهم الكلام ده ولا ايه. البلاد فلترد باي افكت اوف هيدروستاتيك بريشر، هو البلاد بريشر يعني ضغط الدم. الدم بترشح في الكابيلري حسب ضغط اسمه الهيدروستاتيك اللي هو ضغط الدم يعني ضغط السوائل، السائل اللي موجود في الاوعيه الدمويه هو سائل هو الدم. ضغط الدم اسمه هيدروستاتيك بريشر. الفلترد فلويد كاري نيوتريانت جلوكوز وامينو اسيد واكسجين للتيشو ريموف ميتابولايت كربون دايوكسيد ليبتيك اسيد. فهمتوا حاجه من دي؟ طيب ما فهمناش، نفهم مع بعض. نفهم، بصوا ده شريان صغير اللي بيوصل الدم عند الانسجه، وبعدين بيدخل الدم كده الانسجه، يدخل وبعدين يخرج وريد دم وريدي. بعد ما الدم بيعطي الانسجه هنا بيبقى الدم بيعطي الانسجه الاكسجين والجلوكوز والاحتياجات التشو من اللي هو عايزاه من الدم، وياخد منها فضلاتها الكربون دايوكسيد والويست برودكت الدم ياخده، وبعدين يتحول لدم وريدي يمشي في الاورده بقى في الجسم. الحته دي كده هي دي الكابيلاري اللي بين الشرايين وبين الاورده، اسمها الكابيلاري الشعيرات الدمويه، دي اسمها الكابيلاري الشعيرات الدمويه. والسائل اللي موجود في بين الانسجه بين الخلايا وبعضها اسمه انترستيشال فلويد، بين الخلايا وبعضها. طب بص كده الدم هو داخل، طب احنا هنرشح ازاي؟ هو المفروض ان السائل هنا ده يترشح هنا وبعدين يغذي الخلايا، ولما بعد ما يغذي الخلايا ما فاض عنه نسحبه تاني كده ونمشي بكده. يبقى هنرشح هنا في الخلايا، وبعدين اللي هي عايزاه تاخده واللي مش عايزاه نرجعه تاني الدم ونمشي بالسائل بقى. هنرشح ازاي؟ بصوا يبقى الفلتريشن ده قوه الترشيح اللي هتفلتر هو ضغط الدم. يعني احنا ماشيين كده للبلاد بريشر ضغط الدم اللي موجود هنا او اسمه الهيدروستاتيك بريشر، ده اللي هيرشح قوه الترشيح، يرشح السوائل اللي في البلازما يوديها بره في الانسجه هنا انسجه خلينا اهو عشان تاخد احتياجات، عايزه اكسجين تاخد، عايزه جلوكوز تاخد، عايزه اللي هي تاخد اللي تاخده. طب بعد ما تاخد اللي تاخده بصوا حضراتكم يبقى السائل بقى اللي فاضل اللي باقي لو بنسحبه تحت اسمها عمليه الامتصاص ري ابزوربشن، نسحبه هنا برده بقوه كده بتسحبه اسمها الاوزموتيك بريشر. يبقى اللي بيسحب ده هو الاوزموتيك بريشر، يسحب السائل اللي باقي هنا ونسحبه ونمشيه كده، ده الاوزموتيك بريشر. حلو قوي. طب ما احنا نسيب العيان خليك او الراجل ده يرشح هنا وخلاص، ولازم نسحب تاني ونرجع الدم؟ يعني السائل اللي ترشح ده والتيشو خد احتياجاته وما بقي منه سحبناه، طب ما نسيب السائل بره. ايه راي حضرتك؟ يعني تبقى العمليه كده بس يعني. لا قوه ضغط الدم هترشح فلتريشن من غير ما نسحب، ايه اللي يحصل؟ فضلات حقه الخليه تصير تمشي في الدم، هو اللي هنا راح للخليه هيصير زياده في السوائل. زياده في السوائل فين؟ في الخلايا نفسها في الجسم. الخليه الترشيح ده يبقى بين الخلايا وبعضها، يبقى في التيشو نفسه بين الخلايا وبعضها في الانترستيشال يعني زاد. هو زياده السائل ده اللي بيعمل حاجه اسمها إديمة، مش كده؟ في الحاله كده كلمه إديمة العيان بقى رجله ورمت ولا ايده ورمت ومش عارف ايه ورم، هو ده اللي بورم العيانين. عشان كده مرضى الضغط المرتفع ركز، مرضى الضغط العالي هتلاقي رجلهم ورمه عشان قوه الضغط دي اللي بترشح، فهترشح كتير اكتر مما اسحب بقى. الترشيح يبقى عالي اكتر من قوه السحب، فتلاقي في فلويد بيتراكم هنا في رجلهم، بتلاقي رجلهم ورمه. مرضى الضغط المرتفع اللي مش متظبط طبعا، اللي ما بياخدش دواء وكلام من ده. خلاص؟ طيب بص كده هسحب بقى، الطبيعي ان انا افلتر واسحب عشان ما اسيبش حاجه هنا، عشان عيني ما يورمش، ما يجيلوش ورم وما يجيلوش مرض حاجه اسمها الوزمه. الوزمه دي يعني الاديمه. بص كده اهو، يبقى هنسحب. طب يا ترى مين اللي هيسحب هنا بقى؟ من قوى السحب دي؟ قوى السحب ده هو البروتين على فكره، بينتج من الكبد. يعني بروتين اسمه الالبومين بينتج من الكبد، هو اللي له خاصيه الاوزموزس، يقوم يشد الميه كده اللي خرج دي يدخلها الاوعيه الدمويه ثاني ويمشيها في الدوره الدمويه ثاني. البروتين ده بينتج منين؟ انا قلت بينتج منين؟ الكبد. يعني مرضى الكبد، مرضى الكبد يورمهم ولا ما يورموش؟ رجلهم تورم وتورم ايه؟ يورم. عشان هو فلتر بس، لكن ما عرفش يسحب. يعني ما عرفش يسحب هنا، لان ما عندوش البروتين اللي بينتج من الكبد اللي هو الاوزموتيك باور. يسحب هنا بالاوزمو، يشد الميه بالاوزموزس كده، البروتين ده يشد الميه بالاوزموزس كده ويدخلها الدم تاني عشان يحافظ على حجم الدم على الاقل. احنا بنفلتر ونشوف ونمر على الانسجه تاخد اللي هي عايزاه، ونسحب تاني السوائل ونرجعها الدم تاني كده يعني. فانا عندي قوتين هنا
فلتريشن وري ابزوربشن. الفلتريشن ده ضغط الدم بلاك بريشر، والري ابزوربشن ده اللي هو الاوزموتيك بريشر، ده الاوزموتيك بريشر اللي بيسحب. فالاوزموتيك بريشر اهميته ده هو ده يا جماعه، هو ده اللي انا بتكلم عليه. يبقى اهميه الاوزموزيس هو تسحب السوائل اللي موجوده في الانترستيشن او بين الخلايا، تسحبها ترجعها الدم تاني لسببين: تمنع الاديمه هنا، وفي نفس الوقت تحافظ على حجم الدم. كونك بتحافظ على حجم الدم ما يقلش حجم الدم، يعني ما انت لو رشحت بره، رشحت بره ما هو حجم الدم جوه لو عدى ما هيقل، فالضغط هيقل. فلما الضغط يقل ممكن يدخل عنك الشوك وممكن تدخل في غيبوبه تبقى مصيبه. يبقى لازم نرشح ونسحب حفاظا على حجم الدم ومنعا للاديمه اللي بتحصل بره دي. فهمتوا اهميته على مستوى الكابيلاريز مش عدى مويه؟ ايوه. انت ممكن تعيد كيف يصير غيبوبه؟ الاعاده يا دكتوره في التسجيل، ما هي المحاضره مسجله بسمعها براحتك يعني. نيجي للبرنسيبال بقى، احنا قلنا تاني افكر حضراتكم، افكر حضراتكم ده اكتف مين ده؟ اكتف ايه؟ اكتف ايه؟ ترانسبورت. يعني هننتقل بقى، احنا شرحنا الباسيف، الباسيف سيمبل ديفيوجن وفاسيليتيتد واوزموزيس. نيجي للاكتف ترانسبورت بنوعيه برايمري وسكندري اكتف ترانسبورت. الاكتف ترانسبورت محتاج كارير ومحتاج طاقه وانرجي. يبقى انرجي وكارير ده الشرط في الاكتف ترانسبورت. الاكتف ترانسبورت اللي هندخل فيه دلوقتي محتاج مين؟ كارير وانرجي، طاقه وكارير. نشوف كده، بصوا كده اكتف ترانسبورت هاو مولكيول كروز ذا ميمبرين. الاكتف ترانسبورت السيلز ماست مينتين فيري هاي اور لو ليفل اوف سام مولكيول. الباسيف ترانسبورت كان تو دو ذس، يعني بمعنى اخر ان انا عندي السيل الخلايا لابد ان تحتفظ بتركيز عالي مثلا للبوتاسيوم جوه الخليه. اللي بقول لحضراتكم البوتاسيوم تركيزه عالي جوه الخليه 140 ملي اكويفل، والتركيز الصوديوم قليل جوه الخليه 14. مين اللي محافظ على القصه دي؟ هو الاكتف ترانسبورت مش الباسيف على فكره. لو سبت الموضوع باسيف يا جماعه يبقى البوتاسيوم ال 140 دول هيطلعوا بره حسب فرق التركيز، ولو سبت الصوديوم كده 14 جوه والدنيا سايبه هيدخل كتير، هيدخل الصوديوم كتير من التركيز العالي بره حسب فرق التركيز برضه يدخل. لو سبت الموضوع للباسيف ترانسبورت الدنيا هتبوظ، الدنيا هتتلخبط. لكن الاكتف هو اللي متحكم في العمليه ومظبط الدنيا كده. انت جوه تفضل 14 يا صوديوم وبره 140، وانت يا بوتاسيوم تفضل جوه 140 وبره 4. ما فيش حد يلعب. مين اللي بيحافظ على الحكايه دي؟ هو الاكتف ترانسبورت متمثلا في مضخه اسمها صوديوم بوتاسيوم بمب. يبقى انا الاكتف ترانسبورت مهم في الحفاظ على التركيزات ثابته، الباسيف لا يحافظ على التركيزات، الباسيف لا يحافظ على التركيزات. لكن مين اللي يحافظ على التركيزات جوه وبره ثابتين؟ هو الاكتف ترانسبورت. يبقى مثلا هنا لو خدت سيادتك كده خدت اهو جوه الخليه اللي هو الاخضر ده بيبقى جوه الخليه، والازرق ده او البنفسجي ده بره الخليه. لو اخذنا الصوديوم، شوف الصوديوم بره الخليه وتركيزه عالي اهو، الازرق ده بره الخليه تركيزه عالي. طب الاخضر تركيزه قليل جوه الخليه، انا قلت 140 بره الخليه و14 جوه الخليه اهو. تركيز الصوديوم عالي بره الخليه اهوت بره او انسايد اهو، وتركيزه قليل جوه الخليه والانسايد اهو. طب بص على البوتاسيوم، تركيزه عالي جوه الخليه، الاخضر جوه الخليه اهو 140 جوه الخليه و4 بس بره الخليه او انسايد. الكالسيوم تركيزه عالي اهوت، عالي اهوت جوه الخليه وتركيزه بره الخليه لا يتعدى 9 ل 11 مللي جرام بير سنت. يبقى اللي محافظ على التركيزات دي بتاع الايونات صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم بره غير جوه والكلام ده هو الاكتف ترانسبورت وليس الباسيف ترانسبورت. الاكتف ترانسبورت احنا قلنا محتاجين مين ومين؟ كارير اهو، كارير هتنقل المواد دي. شوف انا بس عايز تاخد بالك، المواد دي بنقلها من تركيز قليل ادي قليل اهو ثلاثه بس اهم الى تركيز عالي ادي اثنين وخمسه. يبقى بنقلهم من ثلاثه لخمسه، يعني من قليل للعالي، يعني ضد فرق التركيز. عشان انقل من تركيز اقل الى تركيز عالي تحت ما يسمى اب هيل كونسنتريشن جريديانت انا محتاج طاقه، والشياله اهو الكارير اهو والطاقه موجوده اهي. يبقى هننقل بقى اكتف من تركيز قليل الى تركيز عالي ضد قوانين الطبيعه. يبقى ده الشياله اهوت هيشيل، هي هنحمل هنا، وبعدين بعد ما يحمل هنا حمل جزء واحد مثلا هنا، مالا ده جزء واحد. بصوا حضراتكم بقى الكونفرميشن او الكونفجريشن تشينج، تغير في الشكل بتاع الكارير، قفل ناحيه بره، قفل هنا اهوت، قفل هيقفل هنا ويفتح ده، يفتح ده او فتحه عشان يفضل اللي حمله. هو خد ده اهوت حطه هنا عشان ينزل يدخله جوه اهو، دخله جوه بمساعده الطاقه لازم يفتح الناحيه دي. ده التغير في شكل الكارير ده بنسميه كونفيجوريشن او كونفورميشنال تشينج، تغير في الشكل. يبقى الاكتف ترانسبورت هو نقل المواد اجينست الكتروكيميكال جريدينت،
يعني ضد فرق التركيز وفرق الشحنات كمان، يعني رغما عن أنف الشحنات التجاذب الكهربي ورغما عن أنف فرق التركيز. الكرايتيريا بتاع الاكتف ترانسبورت الخصائص، يعني اول حاجه بيحصل ضد الكونسنتريشن والالكتريكال والبريشر، دي ضد القوانين كلها الطبيعيه اللي هو الاب هيل، يعني من القليل للعالي، سواء من التركيز القليل للعالي، سواء الشحنات حتى لو زي بعضها بوزيتيف وبوزيتيف هننقلهم غصب عن الشحنات المتساويه او المتشابهه، او نيجاتيف ونيجاتيف هندخله، يعني هنتغلب على قوه التنافر. يعني بريشر ده لا من تركيز من ضغط قليل الى ضغط مرتفع، ده اب هيل، كل ده اسمه اب هيل. ومحتاج طاقه، يعني محتاج ان اشتغل ضد فروق ضد قوانين الطبيعه، ومحتاج طاقه. انواع الاكتف ترانسبورت، برايمري اكتف ترانسبورت، برايمري ده ترانسبورت اوف سبستانس اجينست الكتروكيميكال جريدينت باي سبيسيفيك كارير، لغايه تعرف الاكتف ترانسبورت عادي اهو، يعني محتاج انا هنقل ضد الالكتروكيميكال، ضد فرق التركيز وفرق الكهرباء، وعن طريق كارير خاص. هذا الكارير فيه انزيم اسمه الادينوزين ترايفوسفاتيز عشان يكسر الاي تي بي، هيدروليز الاي تي بي عشان يطلع طاقه اهو. يبقى الكارير ده هو نفسه كارير بيحتوي على انزيم اسمه الاي تي بيز عشان يكسر الاي تي بي طاقه اهو، ويطلع منها الطاقه اللي كانت موجوده فيه برودوس انرجي. يبقى ده الفرق اهو، ده برايمري اكتف ترانسبورت. يبقى هنا الكارير يا جماعه نفسه، الكارير نفسه، ركزوا في النقطه دي، البرايمري اكتف ترانسبورت الكارير اللي هيشيل هو نفسه كبروتين، في انزيم في الكارير ده، الانزيم ده بيكسر الاي تي بي الادينوزين ترايفوسفيت عشان يطلع منه الطاقه اللي كانت موجوده فيه، والطاقه دي هيستغلها في الشغل بتاعه عشان يشتغل اب هيل من التركيز القليل للعالي. طيب الامثله، صوديوم بوتاسيوم بامب، مضخه الصوديوم والبوتاسيوم، شوفوا بتشتغل ضد القوانين ازاي. هي بامب موجوده في كل الخلايا بتاع الجسم، بتضخ ثلاث صوديومات، شوفوا خلي بالك ثلاثه صوديوم اهو، تو اوت سايد. اذا كان عندي بره الخليه تركيز الكالسيوم عالي وجوه الخليه تركيزه قليل، فانت هتضخ من جوه لبره اهو، يعني انت بتتغلب على التركيز العالي كمان، بتطلع ثلاث صوديومات ضد بره اهو، ضد تركيزه بره عالي جدا الصوديوم، يبقى انت بتاخده من التركيز القليل جوه الخليه تركيز عالي اهو، يبقى بتضخ ثلاث صوديومات من جوه الخليه ذو التركيز القليل الى بره الخليه ذو التركيز العالي. جميل. وفي نفس الوقت البامب دي في مقابل هذا هتدخل اثنين بوتاسيوم من بره اللي هو تركيزه قليل بره سواء 4 لجوه الخليه اللي تركيزها 140 جوه. الله، انت شغال ضد فرق التركيز على طول، يعني الصوديوم بتطلعه من جوه من 14 ل 140، يبقى انت ضد قوانين الطبيعه من القليل للعالي، وتدخل البوتاسيوم من بره، اثنين بوتاسيوم من بره من بره 4 تركيزه الى جوه تركيزه 140، يعني انت شغال ده كاونتر يا جماعه، انتي بورت، يعني بيطلع صوديوم في مقابل يدخل بوتاسيوم، بيشتغل في اتجاهين مختلفين، يعني بيتحرك اثنين اهو في اتجاهين مختلفين، ده اسمه انتي بورت كارير او اسمه كاونتر ترانسبورت كارير، يعني في اتجاهين مختلفين يطلع حد ويدخل حد. ده صوديوم بوتاسيوم بامب. طب نشوفها كده الاول، ده صوديوم بوتاسيوم بامب اهي، صوديوم بوتاسيوم بامب احنا الاول خالص في وجود الاي تي بي اهوت، الاي تي بي ده هيجي هنا عشان هنا في انزيم هيكسر الاي تي بي ويطلع طاقه تشغل البامب دي. احنا هنملى الاول ثلاث صوديومات، يبقى البامب هتتملى الاول من جوه ثلاث صوديومات في المكان، ثلاثه صوديوم دي الحموله بتاعتها، ده الساتوريشن، ده درجه تشبع الشيال، ثلاث صوديومات. يبقى هنملى الصوديوم الاول، مليناه يوم الانزيم، اول ما تملى ده صوديوم الانزيم يشتغل، فيكسر الاي تي بي، لما يكسر الاي تي بي يحرر منها الطاقه. بص لما شوف مالينا كده اتكسر الاي تي بي، تقوم يحصل كونفورميشن تشينج على طول، الطاقه دي تغير شكل الكارير، فتحه بقت ناحيه بره عشان تطرد من اللي انت كنت محمله هنا صوديوم، تاخده من جوه عايز تطرده بره، صوديوم اهو اتطرد بره، لما صوديوم اتطرد بره هنحمل مكانه اتنين بوتاسيوم اهو، بوتاسيوم هيملى المكان ده، لما بوتاسيوم يملى المكان يقوم البامب بتتغير شكلها، البامب هتغيرش، تقفل من ناحيه بره وتفتح من ناحيه جوه عشان تفضل البوتاسيوم تدخله جوه. هذا الكونفورميشنال تشينج اللي هو التغير في شكل الكارير، يفتح بره ويقفل جوه مش عارف، ده اسمه كونفورميشنال تشينج. واللي بيساعد بقى البامب تفتح وتقفل والدوشه دي هو الطاقه المنتجه من الانزيمز اللي موجود في الكارير اللي بيكسر الاي تي بي عشان يطلع الطاقه. امثله اخرى، كالسيوم بامب، دول اثنين بامب موجودين فين؟ كالسيوم بتاع الكالسيوم ايون، موجوده في السيل ممبرين وبتضخ كالسيوم تو اوت سايد ذا سيل، يعني موجوده في السيل ممبرين وبتضخ الكالسيوم بتخرجه بره الخليه. والميتوكوندريا، الميتوكوندريا جوه الخليه، بامب 2 كالسيوم تو انسايد، يعني بتاخد الكالسيوم من السيتوبلازم بتاعتها الخليه تخرجه بره،
تاخد الكالسيوم من السيتوبلازم تدخله في الميتوكوندريا، دي البامب بتاع الكالسيوم. سيروزيس بامب الكالسيوم مينتين دي فيري لو ليفل انترا سيلول، يعني انت الكالسيوم اللي بيدخل الخليه هتطلعه بره بالبامب اللي في السيل ميمبرين وهتدخله في المخازن جوه في الميتوكوندريا، يبقى تركيزه جوه الخليه في السيتوبلازم يبقى قليل، بتحافظ عليه قليل لو انترا سيلول حوالي 10000 مره اقل من تركيزه بره الخليه. الهيدروجين بامب دي مضخه موجوده في الانابيب بتاعه الكلى، بتاعه الانابيب الكلى رينال تيوبولز في النفر اللي وحده الوظيفيه في الكلى، ودي ان شاء الله في سنه ثالثه نتفاهم مع بعض فيها. الهيدروجين بامب دي لها دور محترم جدا في الجسم ولها محاضره لوحديها بالمناسبه، محاضره لوحديها دي محاضره لوحديها في سنه ثالثه. طيب هذا الامثله بتاع سودان تسم بامب، هنطلع ثلاث صوديومات بره الخليه مقابل ندخل اثنين بوتاسيوم جوه الخليه، دي اسمها انتي بورت او برايمري اكتف ترانسبورت وكاونتر ترانسبورت، يعني الكرر بيحمل الايونات في اتجاهات مختلفه. الكالسيوم بامب، شوف الكالسيوم جوه الخليه اهو، كالسيوم بيدخل الميتوكوندريا البامب عن طريق مضخه اهي، مضخه اهي، في مضخه كمان بتخرجه بره اهي، البامب اهي بتخرجه بره، ده كارير واي تي بي بيخرجه بره عشان يبقى تركيز الكالسيوم جوه الخليه قليل. طيب هنا الهيدروجين في الرينال تيوبولز في انابيب الكلى، ده تجويف الانابيب بتاع الكلى، ده تجويف الانابيب، والتجويف الانابيب دي متبطنه بخلايا ايه، فبناخد الهيدروجين من الخلايا ننزله في الانابيب بتاع الكلى عشان ينزل في اليورين في الاخر بطريقه الى البول بقى. النوع الثاني من الترانسبورت اسمه سكندري اكتف ترانسبورت. سكندري اكتف ترانسبورت هنا ايه الفرق بين البرايمري والسكندري؟ لو تتذكروا حضراتكم انا قلت البامب دي، البامب دي فيها انزيم بيكسر الاي تي بي، لكن في السكند رياكتيف ترانسبورت هتلاقي ان البامب هنا، البامب السكند رياكتيف البامب دي بتاخد طاقه من حد تاني، بتاخد طاقه من مصدر اخر جوه الخليه، مش هي اللي فيها انزيم وتكسر الاي تي بي، لا ده هي البامب نفسها الكارير في طاقه بتاخدها من حته تانيه وهي تستغلها في الشغل. انا هنوضحها كده، بصوا حضراتكم كده، انا مثلا عايز احرك الصوديوم والجلوكوز ادخلهم في الخليه هنا، ده من في الانابيب بتاعه الكلى بالمناسبه، في كارير اهو بيشيل صوديوم وجلوكوز، بس انا هجيب الموضوع من اوله، هجيب الموضوع من اوله خالص. القصه في الكلى ايه اللي بيحصل؟ ان الصوديوم بدايه ما لكوش دعوه بالرسمه دي دلوقتي، الصوديوم بيبقى موجود هنا في انابيب الكلى في التجويف، يقوم الصوديوم تركيزه هنا عالي وهو الخليه تركيزه قليل، يقوم الصوديوم يدخل بفرق التركيز، يعني سيمبل ديفيوجن عادي خالص، فرق التركيز تركيزه عالي الصوديوم ان تركيزه قليل، يقوم الصوديوم يدخل بفرق التركيز بقى كده، دخول الصوديوم بفرق التركيز ده يولد طاقه، ينتج عن دخول الصوديوم وحركه ايون الصوديوم ده بفرق التركيز كده بالكونسنتريشن جريدينت الطاقه، هذه الطاقه يستغلها الكارير ده. طب انت يا كارير بتشيل ايه؟ قال لك انا بشيل الصوديوم على مكان والجلوكوز على المكان الثاني وادخلهم الاثنين مع بعض، بس انا عايز طاقه اديها لي انت من حد حاجه ثانيه، الحاجه الثانيه اللي هي ايه بقى؟ دخول الصوديوم بفرق التركيز في الاول خالص، دي الخطوه الاولى، الصوديوم هنا تركيزه عالي وهنا قليل، يدخل الصوديوم بفرق التركيز عادي خالص، دخوله بفرق التركيز ده حركه الجزيئات نفسها والايونات يولد طاقه، حراره يستغلها هذا الكارير، ايه ده اهو؟ الحراره الناتجه دي من دخول الصوديوم يستغلها الشيال ده اهو، يقول لك اساعدكم بقى كمان، ادخلك معايا سايب لك مكان اهو يا صوديوم كمان معايا، وانت يا جلوكوز ادخل معايا، وادخله في نفس الاتجاه وادخله جوه الخليه. دي الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورت بيدخلوا مع بعض او اسمه سيم بورت ميكانيزم، ده اسمه سكند رياكتيف ترانسبورت، في كارير واحتاج طاقه بس الطاقه مش موجوده في الكارير ده، هو احتاجها من مكان اخر جوه الخليه، عشان احتاجها من مكان تاني فهو سكندري لهذا المكان، هو بيشتغل ثانوي تابع للي حصل الاول تابع، لكن ده برايمري، ده الطاقه بتاعته هو، البامب نفسها هي اللي فيها الانزيم هو اللي كسر الطاقه هو بتاع ده بتاعته هو برايمري، لكن هنا سكندري كان تابع لشيء اخر، لكن هو البامب بتاعته ما فيش فيها طاقه. هذا النوع النقلي الثاني، بندخل في الامثله بتاعته صوديوم وجلوكوز كو ترانسبورت في الرينال تيوبولز انابيب الكلى، او هنا في الاتجاهات المعاكسه، هنا في اتجاه معاكس، ده سيم بورت اهو، لكن ده كاونتر ترانسبورت سكندري اكتف ترانسبورت في اتجاه معاكس، هندخل صوديوم في مقابل نخرج هيدروجين، البامب دي هتدخل صوديوم وتطلع هيدروجين من الخليه، دي عكس دي يبقى كاونتر ترانسبورت، ونفس القصه بقى نفس القصه، الصوديوم بيدخل الاول، الصوديوم بيدخل الاول بفرق التركيز ينتج عن فرق التركيز طاقه يستغلها ده هو ويشغل البامب دي بقى يطلع هيدروجين ويدخل صوديوم، يبقى سكند رياكتيف ترانسبورت. الامور كده اعتقد بقت واضحه اهو، شوفهم الرسمه دي توضح، الصوديوم بيدخل الاول بفرق التركيز عادي خالص، الصوديوم دخل لوحده بفرق التركيز اهو ينتج عنه طاقه، يشغل الحلوين دول بقى، يشغل دول، يدي طاقه لده
دخل صوديوم مع الجلوكوز يبقى اسمه كوترانسبورت. ده سكندري اكتف ترانسبورت واحتاج طاقه من ده، دخول ده هو اللي ولد الطاقه، خدها ده يبقى سكندري، ده سكندري ده، يعني ده يحصل الاول ده يتبعه، لكن من غير ده ده مش هيشتغل. هو ده الفكره سكندري اكتف ترانسبورت او كوترانسبورت صوديوم وجلوكوز. طب المثال الثاني اللي احنا قلناه ان احنا برضه ده يدخل بفرق التركيز يولد طاقه، يستغلها الشايل الثاني الكارير ده، يدخل صوديوم ويطلع هيدروجين مكانه، يبقى صوديوم هيدروجين انتي بورت او كاونتر ترانسبورت ميكانيزم. لكن ده هو اللي متظل البسود ده مش محتاج حاجه من حد، صوديوم تسم بامب دي شغاله لوحديها، فيها الانزيم بالاي تي بيز بيكسر الاي تي بي ويولد طاقه هي عندها تولدها وتشغل كل حاجه بتاعتها هي لوحديها، طلع ثلاث صوديومات بمقابل بتدخل اثنين بوتاسيوم. دي برايمري اكتف ترانسبورت، دول مثال سكندري اكتف ترانسبورت، ده سمبل ديفيوجن. كل الميكانيزمات قدام حضرتك ده سمبل ديفيوجن، ده برايمري، ده برايمري اكتف ترانسبورت، ده الاثنين دول سكندري اكتف ترانسبورت. صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اكتيفيتد باي اول ذا فولنج اكسبت، يعني ايه اللي يشغل الانزيم ده؟ ايه اللي يشغل الانزيم بتاع صوديوم بوتاسيوم بامب ده؟ ايه اللي يشغله؟ قبل ما نفكر كده يعني، هل اللي يشغله ان يكون تركيز الصوديوم قليل في الخليه جوه؟ ركزوا معايا يا دكاتره، يعني اللي يشغل البامب دي، اللي يشغل الانزيم عشان يشغل البامب، تركيز الصوديوم لما يكون قليل هنا ده يشغل البامب؟ لا ما يشغلهاش، لان الطبيعي اصلا ان الصوديوم يكون قليل جوه، يعني طبيعي ان الصوديوم يكون قليل جوه شغل البامب ليه؟ ما الدنيا طبيعيه. طب هل اللي يشغل البامب ان البوتاسيوم يكون قليل بره؟ قليل بره. لا برضه وده الطبيعي، وده الطبيعي. اشغل البامب ليه؟ البامب دي بتشتغل عشان تعيد توزيع الايونات اذا اختل التوزيع، امال امتى تشتغل؟ اذا زاد تركيز الصوديوم جوه، وده غير طبيعي نقوم نطرده بره. واذا زاد تركيز البوتاسيوم، زاد تركيز البوتاسيوم بره مدخلينه، تقوم مدخلينه جوه. يبقى اذا زاد تركيزه بره ده حاجه غير ده مخالفه للقواعد، ندخله جوه. وإذا زاد تركيز الصوديوم جوه ده مخالف للطبيعي، نطلعه بره. يبقى البامب دي تشتغل لما يزيد تركيز الصوديوم جوه أو يزيد تركيز البوتاسيوم إيه؟ ها؟ بره. ده اللي يشغل البامب. نشوف كده، أو طبعًا لازم يكون في ATP موجود عشان يشغل البامب، طاقة موجودة. وبعض الهرمونات بتنشطه زي هرمون الألدوسترون والأنسولين بتنشط البامب دي بالمناسبة، يعني بتنشط الإنزيم. شوف كده مع بعض بقى كده. صوديوم بوتاسيوم بامب أكتيفيتد باي أول ذا فولونج إكسبت، اللي هينشطها. زيادة الصوديوم جوه انترا سيلفر، يشغلها ولا ما يشغلهاش؟ يشغلها. زيادة البوتاسيوم بره، يشغلها ولا ما يشغلهاش؟ يشغلها. عشان ده مش طبيعي. مدى إتاحة الـ ATP، يعني في ATP في طاقة، يشغلها ولا ما يشغلهاش؟ يشغلها. يعني كل دول يشغلوا البامب. يبقى أكيد دي، حتى لو أنا مش عارف دي معناها إيه، حتى لو مش عارف معناها إيه، يبقى دي الإكسبت، دي الاستثناء. حتى عشان تعرف برضه اجابه امتحانات الام سي كيو، مش بالضروره تكون عارف المعلومات كلها، لكن بالاستبعاد والاكسكلوجن ممكن تعرف الاجابه الصح. انت مش عارف دي لغايه دلوقتي، لكن عارف دول اهو، انت عارف دول اللي بيشغل البامب، يبقى اكيد ديت، اكيد دي هي اللي مسؤوله، هي دي الاختيار اللي هو الاكسبت، يعني الاستثناء. هي كاردياك جلايكوزايد. الكاردياك جلايكوزايد دي مجموعه من الدراجز، الادويه بتمسك في البامب دي تعمل لها انهبيشن، بتعمل انهبيشن للبامب في سبيل ان هي بتعالج بالطريقه ديت حاجه اسمها الهارت فيلير، يعني هبوط القلب، يعني بنعالج هبوط القلب بالادويه دي، اسمها دواء اسمه الديجيتاليز، هناخده بالتفصيل ان شاء الله في الترم الثاني ان شاء الله، والميكانيزم والاليه وكل حاجه. يبقى احنا ثاني اهو، يبقى صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي هو الانزيم بتاع صوديوم بوتاسيوم بامب، اي تي بيز يعني الانزيم اللي موجود في البامب بتنشط بالحاجات دي ما عدا الكاردياك جلايكوزايدز. ده دواء يا جماعه. برايمري اكتف ترانسبورت دازنت نيد ا كارير، ايه راي حضراتكم؟ برايمري اكتف فولس، يحتاج كارير، يحتاج كارير. خطا جيت دايركت انرجي فروم اي تي بي هيدروليسيس، بيحصل على الطاقه مباشره من تكسير الاي تي بي. برايمري صحيح. صح. الاجابه صحيح، هو ان هو في الانزيم فبيكسره زي الفل. شوف كده، اوكر الونج ذا الكتروكيميكال جريدينت، يعني بيحصل ويز، يعني بيحصل مع فرق التركيز. الونج يعني خطا، دي اجابه خاطئه، انه بيحصل اجينست ضد يعني. وان اكزامبل اوف اتس، يعني المثال البرايمري اكتف ترانسبورت دخول الصوديوم مع الجلوكوز كو ترانسبورت. ها هذا مثال السكندري، ده مثال للسكندري.
المثال السكندري يعني الصوديوم مع الجلوكوز او الصوديوم مع الهيدروجين ده سكندري، لكن الصوديوم بوتاسيوم بامب دي برايمري، والكالسيوم بامب برايمري، والهيدروجين بامب لوحديها برايمري برضه. يعني كنا قلنا انواع البرايمري مين والامثله وانواع السكند. ذا كو ترانسبورت اوف جلوكوز اللي هو نوع من انواع السكند رياكتيف ترانسبورت، درايف انرجي فروم، بيحصل على الطاقه منين؟ يعني انت كو ترانسبورت ده سكندري، بيحصل على الطاقه اهو، يحصل على الطاقه منين؟ درايف انرجي فروم. تقولوها انتوا لوحدكم بقى، اللي بدخل صوديوم وجلوكوز ده، اللي بدخل صوديوم وجلوكوز اللي هو السكند رياكتيف ترانسبورت، بيحصل على الطاقه منين؟ من فرق ايه؟ صوديوم كونستريشن جرانيت. ايوه، دخول الصوديوم بفرق التركيز الاول، الصوديوم بيدخل فرق التركيز الاول يولد طاقه يستغلها العالم دول بقى في السكند رياكتيف ترانسبورت. اوكي، فهمت؟ طيب اللي احنا قلنا في الاكتف ترانسبورت في برايمري وسكندري، وبنعتبر النوع اللي هقوله دلوقتي ده اكتف على فكره، اللي هو الفيزيكال ميدييتد ترانسبورت، اللي هو الاندوسيتوزس والاكزوسيتوزس. فيزيكال ميدييتد ترانسبورت، لو تخيلنا بص الفيزيكال والفاكيول، الفيزيكال اللي هو ده اسمها فيزيكال او فاكيول، بتتحد مع السيل ممبرين، may be utilized to release or transport chemical out of the cell او to allow them to enter the cell. يعني الميكانيزم اللي هنقوله ده، الفيزيكال دي بتحتوي على ماده كيميائيه، انا ممكن عايز ادخلها الخليه او اخرجها من الخليه، لا ادخلها لا اخرجها، اندوسيتوز او اكزوسيتوز. والاكزوسيتوز اهو ترم بيستخدم ان انا اخرج ماده بره الخليه، زي ما هنشوف دلوقتي كده، عايز اخرج الماده دي كده اللي متخزنه جوه ديت بره الخليه. شوفوا ايه اللي هيحصل بقى، ده اكزوسيتوز. نشوف كده ماذا يحدث. بصوا حضراتكم، ان الجزء ده هيمسك هنا، يعني الجزء ده كده هيمسك هنا يلتحم مع ده، ولما يلتحم مع ده يقوم البتاعه دي تفتح تنفجر ناحيه جوه، يعني هيتحد مع السيل ممبرين اهوت، والجزء ده هو هيفتح ناحيه جوه، فانت هتفضل الكونتنت دي ناحيه جوه هنا داخل الخليه عبر البلازما ممبرين. طيب الاندوسيتوز دكتور، الاندوسيتوز دخول ماده جوه الخليه، تعرفها ايه؟ عارف دي عباره عن اكتف، عمليه اكتف، مش بس اكتف الاندو بقى اكتف باي ويتش الماكرو مولكيول، يعني الجزيئات الكبيره زي البروتين واللارج بارتكل والبكتيريا بتتنقل جوه الخليه بالميكانيزم ده، اندوسيتوزس ده. هما اتنين، في ميكان نوعين من الاندوسيتوز، نوع اسمه باينوسيتوزس ونوع اسمه فاجوسيتوز. باينوسيتوز يعني الخليه هتشرب حاجه، هتشرب هنا، هتاكل هنا اكل، هنا هتاكل، يعني الاثنين هندخل، بس هندخل ايه؟ العمليه دي ان الجزيئات دي اصلا البروتين بيتنقل جوه الخليه عن طريق الفيزيكال دي، بتحتوي على اكسترا سيل فلويد، ذا نيم سيل درينكينج. يعني ايه؟ يعني انا هنقل بروتين من بره الخليه لجوه الخليه، بس البروتين ده دايب في سوائل، دايب في سوائل اكسترا سيل فلويد، دايب في سائل، يعني هو مش انا باخده، يعني انا بشرب السائل باللي دايب فيه. من الاخر كده الخليه بتشرب السائل ده والحاجات اللي دايب، اللي دايب فيها ده بروتين، تقوم واخده بالمره معايا. فهمتوا الباينوسيتوزس؟ الباينوسيتوزس ده ان ماده دايبه في السائل بتاع البلازما بتاع الدم، دايبه فيه، فتقوم الخليه تعمل ايه؟ تقوم بلعه السائل ده باللي فيه، باللي فيه، اللي فيه ده بروتين، تقوم مدخلاه بقى عامل مر. هذا الفكره يعني. طب فاجوسيتوزس بقى، دي عباره عن البكتيريا كجزء كبير، يعني زي البكتيريا بتنقل جوه الخليه، بتنقل في فيزيكال، بتحتوي على بكتيريا من غير ما تكون دايبه بقى، يعني فيزيكال بس كده حويصله فيها بكتيريا كده، تقوم الخليه شاطها واكلها من غير ما يكون دايبه في الميه ولا حاجه، عشان كده اسمها اكل. ده سيل ايتنج، ده اكل، ده درينكينج، بنشرب، هنشرب الميه بالبروتين اللي فيها، يبقى ده باينوسيتوز. فاجوسيتوزس هاكل بس من غير ميه، من غير ميه هاخد البكتيريا كده لوحديها من غير الميه ولا حاجه. اللي بيحصل بالظبط كالاتي، انا عايز الماده ده اهي، الماده دي ادخلها جوه الخليه، الماده ده اهي قدام كله، الماده دي عايز ادخلها جوه الخليه، يوم السيل ممبرين اهوت هيعمل كده انفاجينيشن كده، او الفيجن يعني يعمل كده ديبريشن، هو كان مستقيم كده، يقوم يعمل كده عشان ياخد يحتوي دي، يحضن المواد دي، او حضنها وقفل عليه. شوف اهو هيحضن دي ويقفل عليها من كده، اهو حضنها جوه اهيت وقفل عليهم كده، يقوم الحته دي تنفصل، الحته دي هتنفصل عن السيل ميمبرين، الجزء ده ينفصل او انفصل عن السيل ميمبرين، ولما ينفصل على السيل ميمبرين عندي انزيمز بقى في جوه الخليه هتقوم تكسر ده كده وتطلع وتحرر الماده اللي انا خدتها دي، تبقى منطلقه جوه الخليه. ده الاندوسيتوز. طب الاكزو بقى، عندي ماده جوه اهيت عايز اخرجها بره، نفس الميكانيزم بس بالعكس، الماده دي تقوم تلزق اهو، تعمل فيوجن في السيل ممبرين، يعني تلزق في السيل ممبرين، يقوم السيل ممبرين الحته مكان دي ترابشر ده اهي،
يعني منطقه الاتصال دي يحصل لها ربشه بتفتح اهي، يبقى الماده اللي كانت هنا دي تطلع بره على طول اوتوماتيك. هذا الاكزوسيتوزيس وهذا الاندوسيتوزيس. يعني ده الاكل اهوت، وهو ده السيل ممبرين حوط عليه وهيقفل عليه ويدخل جوه خلاص، وده دخلنا جوه الخليه اهوت، ده الاكل. وعشان نطلعها ده يلزق في ده، يعني الجدار ده يلزق في الجدار ده، وبعدين اللي جوه ده يطلع على طول، يطلع ينفجر برده اكزوسيتوز. يبقى البينوسيتوزيس بروتين دايب فين؟ دايب فين؟ في ميه خدناه دخلناه. لكن الفاجوسيتوزيس البكتيريا لوحدها من غير ميه، من غير ميه، بكتيريا من غير ميه. والبينوسيتوزيس مسؤول عن الترانسبورت بتاع الجزيئات الكبيره ماكرو مولكيول زي البروتين. الفيزيكال فورم كونتين اكسترا سيلولر فلويد هينس ذا نيم سيل درينكينج. يعني الفيزيكال فيها اكسترا سيلولر، الفيزيكالز اللي فيها البروتين، بروتين اهوت وموجود داخل الفيزيكال كده حوصلات فيها سائل. كير ما الماست سيل اوف ذا بودي، ده بيحصل في معظم اجزاء معظم خلايا الجسم الجسمي. الفاجوسايتوز ده مسؤول عن نقل اللارج الجزيئات الكبيره المتمثله في البكتيريا مثلا. الفيزيكال فورم كونتين نو اكسترا، يبقى الفيزيكال دي اللي احنا هناخدها نبلعها ما فيش فيها سوائل، ما فيش فيها سوائل. بيحصل في بعض الخلايا اللي هي الفاجوسيتيك سيلز، الخلايا المناعيه في الجسم، هتاخدوها ان شاء الله في الكورس اللي جاي، الميكانيزم ده بالتفصيل في الكورس اللي جاي، اللي هي الخلايا المناعيه النيتروفيل والماكروفاج اللي هي احد انواع كرات الدم البيضاء، خلايا مناعيه في الجسم. اكزوسيتوزيس بقى ان هي عمليه ان الجزيئات الكبيره لارج بارتكل ترانسبورتد او سايز هي اللي بنطردها بره الخليه، ودي عكس الاندوسيتوزيس ريفرس الاندوسيتوزيس. وزي مثال خروج الاستايل كولين من نهايه الاعصاب، وده اللي خدناه في الاوتونوميك. يعني هنا ادا الفيزيكال تحتوي على كيميكال ترانسميتر، ده الفيزيكال تحتوي على كيميكال ترانسميتر اهو، الفيزيكال اهي ودي كيميكال ترانسميتر جوه، هنقرب ناحيه السيل ممبرين، منطقه الفيوجن بينهم هتنفجر تطلع الكيميكال ترانسميتر بره. العمليه دي اسمها اكزوسيتوز، خرجنا الكيميكال ترانسميتر اللي هو استايل كولين او نور ابينفرين خارج الخليه، خارج الخليه اكزوسيتوز. البروتينز انتر ذا سيل باي ذا بروسيس اوف، يعني البروتين بيدخل الخليه بعمليه اسمها ايه؟ اكتف ترانسبورت ولا باينوسيتوزيس ولا سيمبل ديفيوجن ولا فاسيليتيتد؟ باينوسيتوزيس. دايب فين؟ دايب فين؟ يعني البروتين ده بيبقى دايب في ايه؟ في الاكسترا سيلر فلويد. باينوسيتوزيس. هنا بس في تقسيمه ثانيه للنقل غير ان هو اكتف وبس وكلام من ده، اذا كانت المواد هتعدي، شوف المواد هتعدي عبر جدران الخليه، يعني ماده هنا هنعديها كده تعبر هذا الجدار في الخليه والجدار الثاني وتعدي كده، اسمه ترانس سيلولر ترانسبورت، ترانس سيلولر يعني هتعبر عبر الخليه. لو كانت الماده هتعدي بين الخليتين في الفراغ اللي بين الخليتين اللي هو بنسميه الانتر سيلولر سبيس، الفراغ اللي بين الخليتين يعني اهو، عشان شوفوا الفراغ الاول اهو، في فراغ اهو، فراغ بين الخليتين، الخليه ودي الخليه في فراغ اهو. لو الماده هتعدي في الفراغ ده كده، الفراغ ده كده اسمه بارا سيلولر ترانسبورت، ده في نوعين من النقل. بارا سيلولر بين الخليتين، الماده تعدي في الفراغ اللي بين الخليتين. لو الماده هتعبر السيل ممبرين هنا والسيل ممبرين هنا بتاع جدار الخليه هنا وتعديه تعدي كده، يبقى ده اسمه ترانس سيلولر ترانسبورت. يبقى في بارا سيلولر ترانسبورت بين الخليتين وفي ترانس سيلولر ترانسبورت. ده ملخص للي احنا قلناه بقى. لو شفنا مع بعض كده الديفيوجن، هل هو اكتف ولا باسيف الديفيوجن؟ باسيف. الجزيئات اللي بتتحرك سمول ولا لارج؟ سمول. هيدروفوبيك يعني كارهة للمية، ماشي. دايركشن يعني towards low concentration ولا against low concentration؟ يعني ناحية low concentration، ده ingredient. محتاج طاقة ولا مش محتاج في الديفيوجن؟ مش محتاج. البروتين محتاج بروتين اللي هو الكارير؟ لا مش محتاج، يبقى الديفيوجن مش محتاج الكلام ده. الأوزموزيس ها باسيف، عملية باسيف مش محتاجة طاقة، خاص بنقل الميه الاوزموز، وبرضه بشوف بيتجه الى التركيز اللي فيه سوليوت عاليه، سوليوت عاليه او ميه قليله، مش محتاج طاقه لانه باسف، مش محتاج بروتين لانه باسف، مش محتاج كارير يعني. فاسيليتيت ديفيوجن، فاسيليتيت لعمليه باسف مش محتاجه طاقه. كل واحد له كارير خاص بيه، ترانسبورتر يعني كارير خاص بماده، كل ماده لها كارير، ومحترم قوانين الطبيعه، يعني بيتجه ناحيه اللو كونسنتريشن. مش محتاج طاقة لكن محتاج كارير، يس او بروتين ده يعني كارير، محتاج هنا كارير للفاسيليتيت. الاكتف ترانسبورت عملية اكتف،
وبرضو الكارير متخصص بينقل صوديوم وبوتاسيوم، بينقل هيدروجين، بينقل الكالسيوم، في تخصص في الكارير بالسير ترانسبورت. طب الدايركشن ممكن يمشي في اي اتجاه، كاونتر ترانسبورت او يمشي في اتجاه واحد، زي ما احنا قلنا امثله، قلنا كو ترانسبورت وكاونتر ترانسبورت، وده كله ده اكتف خلاص. طيب هنا محتاج طاقه، محتاج كارير اللي هو البروتين، محتاج طاقه يس وبروتين يس. هذا يا جماعه بمنتهى البساطه هنا الميكانيزمات قدامكم، ده السيمبل ديفيوجن اهو، فرق التركيز ويعدي، ده الديفيوجن هنا بيعدي من في من ايونات، من ايونت شانل، ده برضو ديفيوجن. طيب هنا بيعدي باحتياجه الى كارير، كارير عشان يعدي بس مش محتاج طاقه، كارير مش محتاج طاقه، يبقى ده فاسيليتيتد. الاكتف ترانسبورت بقى اكتف محتاج طاقه، اهو طاقه، ده رمز الطاقه يعني، طاقه وكارير، يبقى ده اكتف ترانسبورت، ده الاكتف ترانسبورت. نشوف السؤال كده اللي هو شورت اسيكويشن. علي هيفي سموكر، بيدخن كتير، دخل مستشفى المنصوره جاسترولوجي سنتر، يعني مستشفى الجهاز الهضمي بجامعه المنصوره، كومبلينت اوف ايبيجاستريك بين، بيشتكي من الم في منطقه فم المعده، افتر لابوراتوري انفستيجيشن بعد المحصات واند اندوسكوبيك اكزامينيشن، يعني بفحص بالمنظار، عملوا له منظار وعمل في الجهاز الهضمي وعملوا له تحاليل وفحوصات، اتشخص ان هو حاله بيبتيك ألسر، يعني قرحه في المعده. الفيزيشن الدكتور بريسكرايب ده، وصف له ميديكيشن، ادويه ذات انهبيت البروتون بامب، الهيبروتون بامب دي اللي هي الهيدروجين بوتاسيوم بامب دي في المعده، على فكره دي برايمر اكتيف ترانسبورت، ده مثال للبرايمر اكتيف ترانسبورت في المعده اسمها بروتون بامب. يبقى وصف له ادويه ما تشغلش البامب دي عشان يقلل، يعني ما مشغلش عشان يقلل بس الاتش سي ال، عشان يقلل الحموضه في المعده، اللي عنده قرحه نتيجه زياده الحموضه في المعده، ولا بندي ادويه اسمها اوموبرازول يعني او جاسترازول، اسم الدواء على فكره اسمه كده يعني اوموبرازول او جاسترازول. What is the type of cell membrane transport that was inhibited in this case؟ يعني البامب دي، البامب دي تبقى برايمري ولا سكندري؟ انا قلت لكم زي الصودا متسم بامب، تبقى ايه برايمري ولا سكندري؟ برايمري، برايمري، يبقى نوع النقل برايمري اكتف ترانسبورت. What are the other types of transport؟ ده اول سؤال اهو، ايه الانواع الاخرى اللي تعرفها في الترانسبورت في السيل ميمبرين غير البرايمري بقى؟ غير البرايمري يعني في باسيف سكندري، في اكتف ترانسبورت اللي هو سكندري وبتاع، وفي فيزيكولار، كل دي انواع اخرى غير البرايمري، يعني الانواع الثانيه غير البرايمري بقى. وات از ذا ميكانيزم اوف ترانسبورت اوف بروتين اكروز ذا سيل ميمبرين؟ فيزيكولار ترانسبورت، الفيزيكولار ده اللي هو احد انواعه الاندوسيتوزس اللي هي الباينوسيتوز، يعني سواء الاندوسيتوز او الاكزوسيتوز اسمها فيزيكولار ترانسبورت، الماده تتنقل داخل فيزيكل، داخل حواصله. وات از ذا ميكانيزم اوف ووتر ديفيوجن ثرو ذا سيل ميمبرين؟ يعني نقل الميه عبر السيل ميمبرين. اوزموسيس، اوزموسيس، لا الميه نفسها، يعني الميه نفسها ماشي بتنقل بالاوزموز، لكن هي بتعدي ازاي من السيل ميمبرين؟ اولا بتعدي من خلال الليبيد باي لاير، يعني ما بتدوبش في الدهون، لكن بتعدي بين طبقات الدهون، بين الطبقات بتاع الدهون بمعدل عالي، لان الميه حجمها صغير كجزيء وفيري هاي كاينيتك انرجي، عامله زي الرصاصه لما تخبطها في جدار كده، يعني تخيل انت هتضرب رصاصه بمسدس في جدار، هي الميه كده بالظبط، لها طاقه حركيه عاليه جدا، بتعدي بتخترق السيل ميمبرين بسرعه رهيبه لانها طاقه حركيه عاليه وزي الميه. جيف تو اكزامبل، ادي مثالين، مثالين برايمر اكتف ترانسبورت، ادي مثالين له، مثال له يبقى صوديوم بوتاسيوم بامب والهيدروجين بامب والكالسيوم بامب، دول ثلاث امثله اهم. ادي مثال للصوديوم اكتف ترانسبورت، صوديوم مع الجلوكوز، صوديوم سكندري اكتف صوديوم مع الجلوكوز، او هيدروجين مع الصوديوم لو انتم فاكرين، هيدروجين مع الصوديوم او الصوديوم مع الجلوكوز. الفاسيليتيتد الجلوكوز والامينو اسيد، دول بيشتغلوا بالفاسيليتيتد ديفيوجن. يبقى ممكن الامتحان يجي بالمنظر ده، وانت هتكمل مكان الكلام الاحمر ده، الاحمر ده انت هيبقى في نقط مكانه، تكمل الفراغات اللي هي تبقى مكان اللون الاحمر ده، لكن ده يبقى السؤال شكله كده. دي مثالين لكل حاجه. هنا المثال الثاني، هنا صوديوم وجلوكوز، المثال الثاني صوديوم وهيدروجين، صوديوم وهيدروجين، يبقى صوديوم وجلوكوز وصوديوم وهيدروجين، ده المثال الثاني، وعايز مثالين تو اكزامبل. شكرا لحضراتكم، ده المرجع الرئيسي بتاعنا اللي عايز يبص فيه ونشوف اي معلومه، ده المرجع الرئيسي، لو حبيتوا تلجأوا للمعلومه في المحاضره ده المرجع الرئيسي. شكرا لحضراتكم، اي استفسار بقى يا دكاتره تحت امركم. شوار دكتور، سؤال
دكتور إيش الفرق بين اللي خدناه الأيونات اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم بالديفيوجن وبين البومب اللي في الأكتيف؟ الاثنين موجودين في وقت واحد، يعني الصوديوم بيدخل بفرق التركيز عادي خالص من خلال قنوات خاصة بيه ويدخل، وبرضه لو زاد تركيزه جوه يتطرد عن طريق البومب، يعني النقل مختلف، لكن هو أصلا بيدخل بفرق التركيز، الصوديوم بيدخل بفرق التركيز، لكن لما يزيد تركيزه جوه الخليه يتطرد بره عن طريق البمب اذا زاد عن حده، يعني اثنين موجودين لنقل الصوديوم غير دكتور. دحين القديمة صار بسبب انه صار في فلتريشن وما ما صار في ابزوربشن صح؟ صح. دحين البوتاسيوم لما زاد الليفل حقه ونقص الصوديوم، له علاقه بالقديمة ولا بس له علاقه بالاسيدوسيس؟ لا له علاقه بالاسيدوز مش علاقه بالايديمه. طب ايه علاقته بالاسيدوز بقى طالما فتحت الموضوع؟ علاقه البوتاسيوم بالاسيدوز اللي موجود في الحاله، ما ده سؤالها هيثار في الكلوزنج سيشن يوم الخميس ان شاء الله. يعني ايه علاقه الاسيدوز بالبوتاسيوم؟ ليه البوتاسيوم بوتاسيوم هو قل ولا زاد في الاسيدوز؟ يعني لما كان الدم فيه حموضه عاليه يبقى البوتاسيوم كان جرى له ايه في الدم؟ كان زاد مش كده؟ زاد. زاد ليه؟ يعني حد عارف يا دكاتره تفسير الحكايه ديت؟ عشان الحاله، ما الحاله كان فيها ان الاسيدوزس له علاقه بالبوتاسيوم. ممكن كان في مشكله في التشانلز اللي على الميمبرين. شوفوا الهيدروجين والبوتاسيوم دكتور، عشان الإديمة اللي صارت بسبب التراما، تراما انجلس. يا دكتور يا دكتور ركز معانا، هي قالت السؤال ده مش جاب الإديمة خالص، اللي بعده غير سؤال تاني، يعني إجابة تانية. عشان البوتاسيوم خرج من الخلية، هو في الخلية الكونستريشن حقه أعلى، فمع الحادث خرج الخلية، فصار الأسيد برا الخلية أكثر. طيب كويس، هنقرب إن شاء الله كده، هنقرب يعني. شوفوا يا جماعه، في علاقه عكسيه في الجسم بين الهيدروجين والبوتاسيوم. يعني علاقه عكسيه، يعني الهيدروجين لما يزيد في الدم، ركزوا معايا، الهيدروجين لما يزيد في الدم عشان نحد من الحموضه الزايده اللي هو الاسيدوزس ده، لان الاسيدوزس ده مضر، ممكن ندخل العين في غيبوبه، يفقد الوعي تماما تبقى مصيبه. فتصرف سريع من الجسم، نعمل ايه؟ نحل مشكله ازاي؟ طب الهيدروجين زايد في الدم، نقوم ندخل الهيدروجين جوه الخلايا. دخل الهيدروجين جوه فين؟ ربنا هيدخل الهيدروجين جوه الخلايا. طب الهيدروجين ده شحنه موجبه ولا سالبه؟ موجب. الهيدروجين موجب، يبقى عشان نحافظ على التعادل الكهربي في الخليه، اقوم انا اخرج من الخليه ايونز شحنه موجبه، بس يكون تركيزه عالي في الخليه اصلا عشان يساعدني في الخروج. مين بقى اللي هو الايونز الشحنه الموجبه اللي موجود بتركيز عالي في الخليه؟ البوتاسيوم. يبقى خلايا جسمنا كلها في حاله الاسيدوزس لما يزيد الهيدروجين في الدم، تلاقي الهيدروجين عشان نحمي الجسم من الاسيدوز ده يهرب جوه الخلايا، يدخل جوه الخلايا. بالمقابل عشان نحافظ على الالكترونيوتراليتي، التعادل الكهربي في الخلايا، انه بنخرج بداله شحنه موجبه الا وهو البوتاسيوم، يخرج بره. يبقى شوفوا، خلي بالكم من الجمله الاولى، اذا الاسيدوزس اسوشيتد ويز هايبر كاليميا ولا هايبوكاليميا؟ كاليميا يعني بوتاسيوم، هايبر في الدم يعني زياده البوتاسيوم في الدم ولا نقص البوتاسيوم في الدم؟ هايبر كاليمي يعني مصحوب بزياده البوتاسيوم في الدم. طب بصوا بقى الحاله الثانيه، ركزوا بقى في اللي جايه دي. لو واحد عنده الكالوزس يعني الدم قلوي، يبقى الهيدروجين اخباره ايه في الدم، قليل ولا زايد؟ قليل. زايد. قليل. الهيدروجين قليل في الدم، عشان نظبط الهيدروجين وبناخد هيدروجين من جوه الخليه نخرجه. من جوه الخليه نخرجه في الدم، خلايا في الجسم، بنطلع هيدروجين بره في الدم. في مقابل مين يدخل بداله؟ يصير يدخل البوتاسيوم. ندخل بوتاسيوم؟ لا، ندخل بوتاسيوم. البوتاسيوم هو ده، انا قلت لكم الاثنين هم حبايب بعض. طب لما ندخل بوتاسيوم جوه الخليه بدل الهيدروجين، يبقى البوتاسيوم هيجري له ايه في الدم؟ ينقص؟ ينقص. طب بص للي بعدها، الحاله الثانيه، عيان بدأ المشكله عنده ان البوتاسيوم عالي في الدم، والبي اتش بتاعته زي الفل، مفيش حاجه مشكله خالص يعني، لكن المشكله الرئيسيه عنده ان البوتاسيوم عالي في الدم لاي سبب كان بقى. عنده مشاكل في الغدد الصماء، انا بنحكي لكم عليها بعدين، ما علينا، ايا كان السبب، عنده بوتاسيوم عالي في الدم. عالي فين؟ في الدم.
طب انا البوتاسيوم اللي عالي في الدم ده ما هو مميت، هو كمان لما يزيد قوي يبقى مميت، بيوقف القلب وهو منبسط كده، يوقف القلب كده وهو منبسط تبقى مصيبه يعني هيموت. يوم نحاول ندخل البوتاسيوم نهربه منين؟ من الدم ندخله فين؟ خلايا. الخلايا. لما ندخله الخلايا نطلع مين بداله من الخلايا؟ الهيدروجين. الهيدروجين يزيد في الدم يعمل حموضه، يعمل حموضه يعني الحموضه في الدم بقى يعمل اسيدوز. يبقى البوتاسيوم عشان اخلص منه بدخل جوه الخلايا، اخرج بداله هيدروجين ايون، الهيدروجين ده يعمل اسيدوز. فهمتوا القصه؟ انتوا شوفوا بقى هو عندكم الدم والخلايا والبوتاسيوم والهيدروجين، هم الاثنين عكس بعض، اللي يزيد في حته زقه منها ودخل مكانه الثاني او خرج مكانه الثاني، وانت تعرف ايه اللي بيحصل. اذا الحاله دلوقتي ماشيه زي الفل، اللي عنده اسيدوزس يعني الهيدروجين زايد في الدم، دخلنا الهيدروجين جوه الخلايا، نطلع مكانه بوتاسيوم بره، نودوه الدم يعني بوتاسيوم، فالبوتاسيوم يزيد في الدم، هو ده اللي رفع معدلات البوتاسيوم في الدم في الحاله ده، تفسير الاسيدوزس مصحوب بزياده في البوتاسيوم في الدم. ده تفسير الحاله اللي عندكم يعني. يعني دكتور لو البوتاسيوم زاد في الدم يدخل جوه الخلايا ويخرج هيدروجين ويسبب اسيدوزس صح؟ صح. شكرا. بس هو على فكره والعكس برضه، والعكس لو حصل اسيدوزس يكون الهيدروجين عالي فيدخل جوه البوتاسيوم. هي بالظبط ماشي. دكتور البروتينز بيدخلوا للخلايا عن طريق الاكتيف ترانسبورت؟ عن طريق الاكتيف ترانسبورت باينوسيتوز. عشان كده في السؤال ام سي كيو حطينا بي، ما حطينا ان، انه هو سهل ان البروسيس. ايوه صح كده تمام شكرا. حد رفع ايده اتفضل يا دكتور صالح ولا مين؟ دكتور سيف. ايوه دكتور. قول يا سيف. دكتور عندي سؤال الحين، شو اسمه، قلنا اذا زاد البوتاسيوم في الدم البي اتش بينقص، بيكون اكثر حموضه صح؟ تمام. ايش غيره؟ ريتاج سؤال مره بسيط، اللي هو لما يصير عندنا اندوسايتوسيس يعني يدخل الأشياء اللي جوا الخلية كيف تطلع؟ لا الأشياء اللي جوا الحوصلة أو الشيء هذا كيف يدخل جوا؟ بيدخل بالميكانيزم أنا قلته في الإندوسيتوزس، اتحاد السيل ممبرين بتاع الحوصلة ده مع السيل ممبرين بتاع الخلية، منطقة الاتصال دي بتفتح أوتوماتيك لوحديها، تقوم الحاجات اللي كانت في الحوصلة تدخل جوا الخلية. يعني بيلتحم الجدار بتاع الفيزيكال بتاع الحويصله اللي فيها اللي انت عايز تدخليه ده، الجدار بتاعها بيلتحم مع جدار الخليه، منطقه الاتصال ديت بتفتح اوتوماتيك تنفجر، تقوم تدخل المحتويات جوه الخليه على طول. فهمت شكرا. وجيهه ها. ايوه دكتور ذكرت انه لما نرفع الكالسيوم لما يرتفع الكالسيوم في الدم ممكن يسبب سامها كويسة في القلب صح؟ في القلب يموت، اتوقع يوقف على النبض وهو في أولا وضع الانبساط. أولا كلكم كده الكلام ده لكم كلكم، أنتوا دايما بتخلطوا بين الكالسيوم والبوتاسيوم صح؟ الكالسيوم يعني كالسيوم والبوتاسيوم يعني كي آين، كي يعني بوتاسيوم، كي يعني بوتاسيوم، لكن سي اي يعني كالسيوم، اللي تتكلم عليه دلوقتي البوتاسيوم وليس الكالسيوم. ايه صح البوتاسيوم. طيب كيف علاجه في النهايه؟ مش انت بس يا دكتوره وجيهه، ده كلكم بتخلطوا بين الكالسيوم والبوتاسيوم وانتوا بتتكلموا، دي مشكله كبيره، ده فرق السماء من الارض بين الاثنين. اتكلم عن الكالسيوم غير ما اتكلم عن البوتاسيوم، فدايما بقولي بوتاسيوم ها طيب. ماله بقى بيقول لي ثاني كده البوتاسيوم ماله بقى، يبتدي الموضوع ثاني. ايه طب كيف نخفف قبل ما يسبب شيء ما هو كويس في القلب، اللي هو يوقف عضله القلب، كيف ممكن نوقفه؟ حلو قوي. عندنا هرمونات بتطلع في جسمنا بتخلي البوتاسيوم ده ينزل في البول في اليورين ترميه في الشارع قبل ما يوقف عضله القلب، لكن اذا زاد البوتاسيوم قوي 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 فوق كفاءه الهرمونات دي او فوق كفاءه الغدد الصماعيه تتعامل معاها، يبقى القلب لازم يوقف، احنا مش عارفين نتصرف، القلب لازم يوقف. لكن هو اي حاجه بيست الكل بيختل اتزانها في الجسم، عندنا ما يتعامل معاه، الميه يختل اتزانها، هرمون الاي دي اتش يتعامل، الصوديوم يختل اتزانه، والبوتاسيوم والالدوسترون يتعامل معاه، الجلوكوز يختل اتزانه، الانسولين يتعامل معاه، يعني عندنا ربنا خالق حاجات للتعامل مع اي خلل في اي حته حاجه في الجسم،
اذا 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 الحاجات دي هي نفسها فيها خلل مش عارفه تتعامل تظهر المشكله المرضيه بقى، يعني يموت بقى يجرى له حاجه كده يعني. لكن كل حاجه بتختل بتتظبط على فكره، بس على ما تتظبط الجسم بيحاول بسرعه يعمل الحركه دي لغايه ما يظبطها بقى، يظبط الحاجات دي البوتاسيوم والكلام ده، يقوم الكولستيرول يدخل جوه الخلايا لغايه ما نتصرف وبعدين يخرج تاني مش مشكله وهكذا. يعني في طوارئ، اللي احنا بنقوله ده طوارئ غيره. خلاص ما عادش في حد ولا ايه؟ دكتور انا عندي دكتور. دكتوره ريتاج سلطان. ايوه دكتور. متى الصوديوم ينتقل بالليك شانل ومتى بالفوتش شانل؟ متى ينتقل؟ متى ينتقل بايه؟ متى ينتقل الصوديوم بالليك شانل ومتى ينتقل بالفوتج شانل؟ انا قلت وانا بشرح في امثله كتير هناخدها كل في حينها، قلت الاسبوع اللي مش الاسبوع اللي هو اللي بعد القادم هيشرح لكم بالتفصيل الحاجات دي في محاضره الاكشن بوتنشال، هتشوفي الحاجات امتى الفولتيجيتد وامتى، بس انت تعرف ان هو بتنقل بطريقتين، لكن الطريقتين دول الابلايد بتاعهم هنطبقهم فين كل في حينه. في موضوع المحاضره هتلاقي الدكتور قال كده فجاه كده السودان بيدخل في الضغط الثاني، حاجه كده قال كيميكال جيت ديشان وهو بيتكلم. النهارده بنتكلم على الاساسيات، لكن التطبيق بتاعها في المنهج بقى ان شاء الله بقى وبقيه السنين اللي جايه في الطب ان شاء الله تسمعي الكلام ده كتير. غيره يعطيك العافيه. دكتور عندي سؤال، داخل الخليه موجب ولا سالب؟ سالب. داخل الخليه سالب. خارجه موجب. خارج موجب، على السطح الخارجي موجب. ده في الاكزايتابل تيشو على فكره، يعني الاكزايتابل تيشو يعني في النيرف والمصل العضلات والاعصاب، لكن مش في كل الخلايا كده. غير دكتور ايش دخل انه ارتفع البوتاسيوم في الدم؟ ايه الحادث كيف اثر انه البوتاسيوم ارتفع في الدم؟ انت صوتك بعيد يا دكتوره، صوتك بعيد، قربي شويه المايك وقولي. أقول إنه كيف الحادث أثر إنه البوتاسيوم ارتفع في الدم؟ إيش علاقة الحادث؟ جميل، بارك الله فيك. الحادث ده يعني حصل تكسير في الأنسجة ولا التشو بتاع الجسم ولا ما حصلش؟ إيه. حلو، أي حادثة في الدنيا يبقى الأنسجة بتتكسر في الجسم عندنا. الأنسجة دي مش خلايا؟ رد عليا يا دكتورة، الأنسجة دي مش خلايا؟ إيه. ها؟ ايوه. الخلايا دي، الخلايا لما تتكسر ايه ايه العنصر الرئيسي اللي موجود جوه الخلايا بوفره لما تتكسر؟ ايه اللي يطلع من الخلايا؟ البوتاسيوم. بس خلاص، بس تمام. خلاص وصلت الرساله. ايه تمام، شكرا. عفوا. كويس والله، انا سعيد بيكم باسئلتكم دي الحقيقه. يلا يا دكتور اي حد تاني. يلا دكتور ممكن سؤال؟ غالي حضرتك ذكرت انه مرضى الضغط يحصل عندهم انتفاخ في الاقدام، راح تكون الخلايا هنا يعني هايبوتونيك زي ما انها داخل؟ لا 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 لا، ما لهاش علاقه بالهايبوتونيك والكلام ده خالص. انا قلت ان الاقدام دي فيها رشح ميه، ميه طالعه خارج الكابيلاري، خارج الشعاعات الدمويه، خارجه في الفراغ اللي بين الخلايا بتاعه الانسجه بتاعه الرجلين. خلايا ايه اللي مخرجها؟ ضغط الدم المرتفع هو قوه الدفع، هو اللي زق السوائل من الاوعيه الدمويه وخرجها بره، هو ده اللي ورم رجل العيانين. الضغط لما يكون عالي يعني بتكون ايزوتونيك عاديه؟ ما اه ايزوتونيك عاديه خالص، ملهاش دعوه بالرجع الضغط، هي اللي خرجت الخلايا، هي اللي خرجت الميه. الضغط العالي هو اللي خرج الميه، هو اللي زقها وطلعها بره الاوعيه الدمويه. تمام شكرا دكتور. عفوا تحت امرك. غيره دكتور، بالنسبة للدمج تيشوز اللي تدمجت في الحادث، هل كانت نيرفس تيشوز؟ هي الحالة بتاعتنا؟ هي الحالة بتاعتنا كانت شو اسمه نيرفس تيشوز تدمجت لأنك هايبرد كان الدمج في الاسكين يا حبيبي. وهو نيرفس ده كان الولد شل، لو نيرفس كانت الولد شل، الولد ما تشلش ولا حاجة. ده كان في الاسكين وخيطوا الجرح وخلاص وحصل ريبير ووند هيلينج وانتهينا. كان جرح خفيف في الجلد يا حبيبي، حتى كان جرح في الجلد، ما كان ملوش دعوه بالجهاز العصبي خالص، الاعصاب لم تتاثر في الحاله اللي عندك. غيره دكتور عندي سؤال. اتفضل يا ابني.
هل صحيح انه لو انا بخفض نسبة البوتاسيوم في الدم اشرب موية كثير؟ يعني مش فاهم، يعني انت عايز تخفض نسبة البوتاسيوم ولا عايز تعمل ايه؟ عايز اخفض نسبة البوتاسيوم. ومين اللي قالك ان شرب المية هيخفض البوتاسيوم؟ البوتاسيوم مستوى في الدم متعلق بهرمون محترم اسمه الالدوسترون. انت تشرب ميه كتير ما تشربش ميه كتير، الهرمون طالما سليم في جسمك هيظبط لك البوتاسيوم، هيخليه طبيعي في كل الاحوال. طالما انت سليم، الهرمون ده وظيفته يظبط نسبه البوتاسيوم والصوديوم في الدم. في هرمون بيطلع من الغده الكظريه كده، ده وظيفته. اي خلل في البوتاسيوم زياده او نقص هو يرجع يظبطه لك تاني، ينزله لك في اليورين الزياده، يحبس لك البوتاسيوم في الدم اذا كان قليل في الدم، ما ينزلوش في اليورين الى اخره. يبقى الموضوع مش لا يخضع للمقوله اللي انت بتقولها دي على الاطلاق. اشرب ميه كتير براحتك، ما تخافش. قول غيره. الدكتور ماشي، عندي سؤال من محاضرة أمس. العصب المسؤول عن الارتجاف اللي صار مع فارس هو البريكانجاليونيك نيرف؟ العصب المسؤول عن بالفقرة تي 1 و تي 2. يعني العصب بتاع ايه؟ اللي فارس كان معاه أعراض من إصابته هو شوفي، من اول تي 1 لتي 2 في المسار العصبي كله، اي حته بقى يطلع بري جانجليونيك بوست جانجليونيك، يطلع عند الجانجليا سيرو سيرفيكال جانجليا، المسار العصبي كله، اي خلل في المسار العصبي وانت رايحين للعين، طالما قطعنا العصب في اي مرحله من اول خروجه من التي 1 للتي 2 الى ان نصل الى العين، اي حته قطع فيها العصب يعمل هورنر سيندروم. سهله خالص يعني. ايوه، لان احنا كنا كاتبين في الاجنده اللي هو which part is اي جزء في النيرفس سيستم هو اللي سبب الحاله هذه، فهل اجابتي انها تكون بري جانجليونيك نيرف حيكون صح، او بس اذكر تي 1 وتي 2؟ أجندة إيه يا دكتور؟ إحنا ما جبناش سيرة هورنر سندروم في الأجندة، ما عندناش هورنر سندروم في الأجندة بتاع الحالة. ده أنا كنت كاتبه كده، يعني أنت قصدك الحالة اللي أنا عرضتها في المحاضرة ولا حالة الكلية؟ لا، حالة الكلية. حالة الكلية ما فيش فيها هورنر سندروم خالص يا دكتورة. ويتش بارت أوف نيرفس سيستم اللي مسؤول عن الأعراض؟ الأعراض دي الإكزيتيشن، يعني السمباثيك نيرفس سيستم. الإجابة تشرح السمباثيك نيرفس سيستم. اللي إحنا خدناه إمبارح. which part of nervous system مسؤول عن الاعراض؟ الاعراض اللي حصلت في الحاله دي اعراض الاثاره بتاع واحد عرق وواحد بالور ومش عارف وايه وايه وعنده دايليتيشن في البيوبل والكلام ده، دي اعراض بتاعه الاثاره، اثاره الجسم. الاثاره دي يعني الجهاز العصبي اسمه السمباثيك نيرفس سيستم. نرجع القصه بتاعتنا دي خالص، انت بتقولها دي تشرح السمباثيك كله، سراكو لمبر كله، يعني كل السراكو لمبر رايح للقلب والصدر والبطن والجهاز الهضمي والبلفس وكله، يعني نص المحاضره بتاعت امبارح. ده الجهاز العصبي اللي مسؤول عن الاعراض اسمه السمباثيك نيرفس سيستم. غيره. نرجع باللي انت بتقوليه ده. دخلت في قصه ثانيه خالص. قول يا دكتوره. بخصوص الكومبتيتيف انهبيشن، المولكيولز تصير سيميلر للكاريرز ولا سيميلر لنفس المولكيولز اللي تبي تدخل الخليه؟ لا، سيميلر لبعضها. يعني انا عندي مكان للكارير مثلا وليكن شكله شبه الايه؟ شبه المثلث ماشي؟ يعني في مكان كده للمادة على الكرر شبه المثلث، يبقى أي مادة هتاخد شكل المثلث ده ممكن تمسك في الكارير وتمنع المادة التانية تمسك في الكارير، هيتنافسوا على المكان لأنهم شبه بعض. يبقى عندي ثلاث حاجات شبه بعض: شكل المكان نفسه، شكل المثلث على الكارير، والمادتين شكلهم مثلث، يوم ورشقوا فين واحدة فيهم تمسك تلحق تاخد المكان، خلاص تاخد المكان. يبقى المادتين شبه بعض في الشكل، حاجه اسمها ستيريوسكوبيك. ستيريوسكوبيك يعني المولكيول شبه مكانه على الكارير. هو مش معقول مثلا شكل الكارير دائري، شكل الكارير هيبقى دائري ويمسك فيه مثلث، يمسك فيه ازاي؟ يعني الماده شكلها مثلث تمسك فيه ازاي؟ لازم تاخد نفس الشكل عشان تمسك فيه، خلاص. يبقى الثلاث حاجات شبه بعض: الكارير، المكان مش شكل الكارير، المكان بتاع الماده على الكارير شبه الجزيئات، الاثنين شبه بعض، الجزيئات شبه بعضها وشكل المكان على الكارير. اسمها ستيريو سبيسيفيستي، الحاله دي اسمها ستيريو سبيسيفيستي. يعني لو مكان على الكارير اللي هتمسك فيه الماده شكلها اسطوانيه الشكل، يبقى لازم الماده اللي هتمسك يبقى شكلها ايه؟ يبقى الماده اللي هتمسك شكلها ايه؟
اسطواني، يبقى اسطوانيات الشكل، وشكل وشكل المادة اللي تتنافس معايا يبقى شكلها ايه كمان؟ اسطواني. اسطوان بس خلاص كده وسط الرسالة. يبقى شكل المادتين هيبقى شبه بعض والاثنين متطابقين ومناسبين لشكل مكانهم على الكرة اللي هيمسكوا فيه، ما يكونش شكل الكارير غريب. هنمسك فيه ازاي يعني؟ يبقى التنافس، انا شبهك اهو، انا شبهك، هنتنافس اهوت، احنا هنشوف شبه بعض، وهنروح نمسك في مكان واخد نفس الشكل بتاعنا احنا الاثنين، ياخد نفس المكان، نتشكل على نفس المكان اللي انا همسك فيه، القالب اللي احنا هندخل فيه، القالب، في قالب كده على الكارير هندخل فيه، شكل القالب ده لابد ان يكون شبهنا، شكلنا اللي هنتشكل عليه ده. يلا غيره خلاص كده ولا ايه يا دكاتره؟ دكتور عندي سؤال في الام سي كيو اللي سالتني اياه. اتفضلي يا ست الكل اتفضلي. دكتور في السؤال كان يقول انه الهاي انترسيلر اللي هو الصوديوم والهاي اكسترسيلر اللي هو بوتاسيوم. بس اخذنا المحاضره اللي قبل معاك كان انه الصوديوم يكون داخل اكثر والبوتاسيوم يكون، الصوديوم يكون برا أكثر والبوتاسيوم يكون داخل أكثر. بس هنا عكسناها في السؤال. طيب أنا أفكرك بالسؤال الأول، أنت كلامك مظبوط بس أفكرك بالسؤال. السؤال كان بيقولك إمتى البامب تشتغل؟ البامب دي وظيفتها أن تعيد توزيع الأيونات إلى الوضع الطبيعي إذا اختل. سودان بتسيوم بامب بتقولك بتعيد توزيع الأيونات إذا الوضع الطبيعي اختل. فالخلل اللي احنا قايلينه بقى، يبقى هو لو كان السؤال امتى البامب تشتغل، كان السؤال امتى البامب يحصل لها اكتيفيشن، ده كان السؤال، مش السؤال احنا بنتكلم على الطبيعي، لا ده احنا بنتكلم امتى البامب تعمل. البامب تعمل اذا اختل توزيع الايونات اللي انت قلتيه، ان الصوديوم مفروض ان هو بره كتير، طب افرض الصوديوم زاد جوه، يبقى البامب تشتغل عشان تطرده بره، تعيد توزيع الايونات تاني، تخليها ترجعها طبيعي. والبوتاسيوم بره المفروض يبقى قليل، طب لو زاد البوتاسيوم بره يبقى البامب لازم تشتغل عشان تزقه جوه، تدخله جوه. يا دكتورة السؤال متى البامب تعمل؟ البامب تعمل اذا اختلت الظروف عن الظروف الطبيعيه، اذا احنا بقينا عكس الطبيعي، البامب تعمل عشان ترجعنا للطبيعي. وصلت؟ ايه وصلت، شكرا. عفوا، اللي بعد. دكتور في نفس السؤال ما فهمت ليش الـ availability of ATP تخلي البامب تشتغل. يعني البامب دي مش انها محتاجه طاقه عشان تشتغل؟ ايوه. طيب من غير طاقه هتشتغل؟ تبقى اكتف؟ تشتغل يعني من غير طاقه؟ اوكي تمام، يعطيك العافيه. طيب غير غير يا دكتور. اذا سمحت كان يمديك ترسم لنا سليدات حقت كل محاضره اذا سمحت. طبعا انظر في هذا الامر، هو صعب لكن انظر في هذا الامر يعني عشان الدكتور تعرف ان تشرح، نسجل نوتس ونحضر كمان المحاضره هذه. قبل عندك المحاضره مسجله وانت اسمع وسجل نوتس عندك في الشابتر اللي معاك، وات ذا بروبلم. يعني انا عايزك انت تبقى اكتف، ترسم انت بنفسك، عايزك انا رسم حاجه، انا رسم حاجه ازاي اعمل، مش كل حاجه كده تبقى بلاتبل يا جماعه، مش سبون فيدنج. احنا اتفقنا البي بي ال ده ستودنت سنتر، يعني لازم تبذل مجهود شويه معانا. انت المجهود ما كل حاجه قدامك، بس ابذل مجهود. انت ارسم، عايز ترسم بنفسك، في رسمه انا عاملها مثلا في المحاضره، ارسمها بنفسك، وقف الشاشه كده واقعد ارسم فيها كده في الشابتر اللي عندك وروق، هتلاقي المعلومه عمرك ما تنساها، لكن لو خدتها سهله كده هتنساها برضه. بس بياخد وقت التسجيل حاجه معاك، انا مش مخبي حاجه، ما المعلومات كلها قدامك اهو، التسجيل معاك والمحاضره مسجله، أنا كل المعلومات عندك، زود المعلومات دي في الشابتر اللي عندك، يبقى ده عمرك ما هتنسى لو انت عملت كده. لكن لو خدتها جاهزه كده سلسه بلاتبل كده، ما موعدكش ان انت هتفتكر كويس في الامتحان يعني. غير يا دكاتره اللي بعده. الحين دكتور لما البوتاسيوم يزيد في الدم يصير فيه حموضه في الدم صح؟ ايش الرابط اللي يصير في الخلايا لما البوتاسيوم يخرج اللي يؤدي لانه حموضة الدم تزيد؟ هو احنا مش قلنا البوتاسيوم لما يزيد يدخل جوه الخلايا ويخرج بداله هيدروجين؟ البوتاسيوم لما يزيد بيدخل جوه الخلايا
ويخرج بداله من الخلية إلى الدم هيدروجين، والهيدروجين زاد في الدم فيعمل أسيدوز، حموضة الدم. يعني عشان الجسم زي يعوض ارتفاع البوتاسيوم، يقوم البوتاسيوم يدخل في الخلايا ويخرج بداله هيدروجين، صح؟ أيوة صح كده، فده هو زود حموضة الدم اللي هو الأسيدوز يعني. تمام شكرا. عفوا دكتور. أيوة دكتور، الاتزان في تركيز الايونات في الانترا سيلولر والاكسترا سيلولر كيف يصير؟ يعني كيف يصير الاكوليبريم؟ هو السيل ميمبرين دي وظيفته يدخل حاجات وما يدخلش حاجات، ولو واحد دخل او خرج حاجات بقوانين. وظيفه الهرمونات في الجسم، انت اوعى تنسى ان في هرمونات في الجسم هي اللي مثبته لك المستويات دي كلها، محافظة على الصوديوم بره 140 والبوتاسيوم بره 4 والجلوكوز الطبيعي 70 ل 110. الدنيا مش سايبه كده، في كنترول. احنا قلنا الكنترول سيستم في الجسم نوعين، يا اما نيرفس او هرمونال. الهرمونات اللي بتظبط الايونات دي، هرمونات في جسمك تطلع من الغدد تظبط كل حاجه في الجسم، اي حاجه تختل عن معدلها ترجعه لك طبيعي تاني على طول من غير ما تحس. فاذا اختلت وظيفه الهرمونات دي يظهر المرض على طول بقى، الامراض تظهر بقى. غيره الحين، هل فيه مجال انه يصير فيه ترانسبورت من داخل الفيزلز الى الخليه؟ من داخل ايه؟ الاوعيه فيزل، يعني الاوعيه من داخل الاوعيه، اي الاوعيه الدمويه الى داخل الخليه. طيب ده مش مباشر، لكن في وسيط في النص. يعني الدم الاول بيترشح في سائل بين الخلايا اسمه الانترستيشال فلويد، وبعدين يتم التعامل بين الخليه وبين الانترستيشال فلويد، مش بين الدم مباشره. يبقى الدم هيرشح الاول بين الخلايا، اللي هو بنسميه السائل اسمه ايه اللي بيترشح بين الخلايا، اسمه انترستيشال فلويد، السائل بين خلوي. وبعدين يتم التعامل ما بين الخلايا وبين السائل بين خلوي وليس الدم مباشره. ها طيب، لو كان غير الدم مثلا في الحصوة يا دكتور يكون عبارة عن ترسب كالسيوم، هل ممكن الكالسيوم يصير لترانسبورت إلى السائل بين الخلوي وبعدين إلى الخلية؟ الخلية تحتاج كالسيوم أو العظام. مش فاهم يعني إيه اللي دخل الحصوة في الكلام. يعني الكالسيوم ما يصير لترانسبورت؟ ترانسبورت فين؟ من الأوعية إلى داخل الخلايا. طب هو طبيعي بيحصل كده، بس الكالسيوم كأيونز بس أيونز، لكن الحصوة دي مش كالسيوم منفردا. كالسيوم منفردا بيدخل الخلية ويخرج ولا يعمل حصوة ولا يعمل أي حاجة خالص، لكن الكالسيوم عندما يتحد مع مادة تانية زي الأوكسالات كده، اسمه كالسيوم أوكسالات أو كالسيوم كربونات، هو ده ممكن يعمل حصوة لما يتحد مع حاجة تانية. لكن الكالسيوم في حد ذاته كده لوحده مش بتاع حصوة، لازم يمسك في حاجه ثانيه عشان يعمل حصاوه. ها يعني عشان كذا الحصوه ما يمديها تنتقل لانها كالسيوم متحد مع عناصر ثانيه. ايوه شكرا. عفوا غيره يا دكتور احمد. تفضل. ايوه بس عندي استفسار على المقاطعه، احنا متى هنبدا بالرباب؟ في طلاب حابين يصلين الرباب كيس، الرباب ليكتشر. الرب اب ليكشر انا عن نفسي هكتفي بهذا القدر، واللي في المحاضره اصلا انا شرحته بالتفصيل مع حضراتكم على مدى المحاضره. انا شرحت المحاضره بتاعه الرب اب دون ان تعلموا، دخلتها في المحاضرات، يعني المحاضرات بتاعتي هي فيها الرب اب. لو شفتوا محاضره الرب اب هتلاقيني شرحت كل اللي فيها في المحاضرات بتاعتي، شرحت كل حاجه. يعني لو انت معاك المحاضره الشابتر بتاعها هتلاقي كل العناوين بتاعتي انا لما يخص الفيسيولوجي شرحت. يبقى الدكتور اياد بقى شوف رايه ايه، هيديكوا بقى حاجات جديده، هو باقي له حاجه، واعتقد ان هو هيشرح الباقي ده في محطه الراب اب. هو الباقي اللي قال لكم احنا واقفين لغايه كذا ده هيكمل في الراب اب، يعني اللي باقي له حاجه يكمل في الراب اب. لكن انا عن نفسي خلاص انا اكتفيت بهذا القدر، هو الراب اب خلاص بالنسبه لي، مفيش معلومات جديده هقولها في الراب اب يعني. تمام شكرا. انا شرحت كل حاجه في المحاضره دي، المحاضرات اللي على مدى من اول اسبوع مع بعض. لو انت شفت الراب اب هتلاقيني شرحت كل حاجه واكتر من اللي موجود فيها وكده. يعني الراب اب ما يلزمنيش بقى، المعلومات اللي فيها ما عادش تلزمني انا يعني. خلاص تمام شكرا. تحت امرك. رامي معانا؟ رامي؟ رامي
ايوه معاك دكتور. انت سمعت قصه الراب اب دي؟ انا اللي سالتك. ماشي يا رام ماشي. صوتك بس يا رام لسه مش متعود عليه. ماشي.